يعني يتخاصمان، ارتفعت اصواتهما في المسجد، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع ثم التفت الى الناس وقال: اما والله انني قد دخلت عليكم لاخبركم عن ليلة القدر، اما اني وقد وجدت هذين قد تلاحى يعني تخاصما فاني نسيتها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليقول للامة: ترى موعد ليلة القدر هي الليلة الفلانية. ولما اختصما رجلين تغير الموضوع. انا بسألكم سؤال: كم بيننا من الخصومة وكم بيننا من المشاكل وكم في قلوبنا مع الاسف الشديد احيانا من الحقد والحسد والغل والبغضاء؟ كم تسمعون من قضايا التظلم في المحاكم؟ هذا ماكل مال يتيم، وهذا اخذ مال اخوانه الورثة، وهذا اخذ مال زوجة ابوه، وهذا اخذ اموال عمال وخدم عنده، فنجد من المشاكل الشيء الكثير. اسألكم بالله، اذا كان ليلة القدر اخفيت بسبب مشكلة بين اثنين، فماذا نقول عن امة الا من رحم الله يدور فيها المشاكل الشيء الكثير؟ الامر الثاني، انا عادة اتكلم في لقاءات رمضان عن السورة التي يقرأها الامام، لكن بمناسبة العشر ولم يبقى، يا جماعة انتم كنتم ولا زلتم في هدية من الله، الله اهداكم شهر اسمه شهر رمضان. اليوم انهينا 20 يوم، الليلة ليلة 21، يعني ذهب الثلثين وبقي ثلث، وباقي ثلث واحد، واعظم الايام والليالي في هذا الشهر هي هذه الليالي المباركة. ولذلك النبي اعتكف اول رمضان، العشر الاول من رمضان اعتكفها النبي، ثم نزل عليه جبريل قال: انها ليست هنا، يعني ما هي موجودة ليلة القدر في العشر. فاعتكف العشر الوسطى، فاخبره جبريل انها ليست هنا، ثم اعتكف العشر الاخرى، فقال له جبريل بان الله يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم ان يتحراها في هذه العشر. النبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا باب: تبغون الذنوب تغفر؟ كل واحد يسأل نفسه سؤال: كم ذنب ارتكبته في رمضان الماضي عام 1435 الى البارح؟ كم نظرة حرام؟ كم غيبة؟ كم نميمة؟ كم حسدت من انسان؟ كم وكم عدد؟ اذا جلس الانسان يتذكر ذنوبه ربما يغمى عليه من كثرتها. لاحظ انك لو تقوم ليلة القدر ليلة واحدة بس تقومها ايمان واحتساب، والله العظيم يغفر لك ما تقدم من ذنبك، يغفر لك كل الذنوب، وهو ليلة واحدة. حنا الشيطان اغلبنا اسمحوا لي من يوم يصلي الامام هو يناظر الساعة وكأن عنده اشغال الدنيا، وهو والله ما عنده ولا شيء، لكن الشيطان يشغله ويحسس ان عنده امور كثيرة. نعم المعذور معذور، الله في ناس معذورين، موظف انسان عنده امور مهمة، مع ان القيام فرصة لا تخسر ليلة تصليها في هالليالي. وانا بطلبكم طلب وبنصحكم نصيحة: لا تفوت عليك من الليلة ولا يوم تترك فيه صلاة القيام ابدا. يمكن الليلة التي تصليها وانت صادق ايمانا واحتسابا توافق ليلة القدر. باختصار، تبغون نعيش ليلة القدر؟ انا بعيشكم اجواء ليلة القدر ثم اختم كلمتي. الله يقول: انا انزلناه ايش في ليلة القدر. وشو اللي نزل في ليلة القدر؟ وشو؟ جاوبوا. القرآن. طيب وش افضل، هل القرآن هو الذي فضل رمضان ولا رمضان فضل القرآن؟ يعني رمضان اعطى القرآن قيمة ولا القرآن اعطى رمضان قيمة؟ القرآن هو الذي اعطى رمضان قيمة، لانه نزل القرآن فيه.
طيب كيف يقول الله إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ هل القرآن نزل على النبي في ليلة واحدة ولا نزل طوال دعوته صلى الله عليه وسلم 23 سنة؟ نزل على النبي في 23 سنة. طيب كيف نزل القرآن في ليلة القدر؟ نزل من السماء السابعة الى السماء الدنيا في بيت اسمه بيت العزة في الجنة. نزل القرآن من السماء السابعة للسماء الاولى، نزل كامل، وبدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم متواترا منجما طيلة دعوته عليه الصلاة والسلام. طيب والصفات هذه الليلة؟ قال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وش معنى القدر؟ وش معنى القدر؟ تحمل معنيين. المعنى الأول اللي ذكرت، المكانة، سمو قدرها لمكانتها. وتحمل معنى ثاني، أن الله يقدر فيها مقادير العباد في هذه السنة القادمة. واجتمع المعنيين في سورة الدخان، إنا أنزلناه إيش؟ في ليلة مباركة فيها بركة، إنا كنا منزلين، قال الله فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة. وبعض الناس يحرم نفسه، قال الله في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ كم من الأشياء تقول ليلة القدر كبيرة وعظيمة، لكن الله يعظمها في أمر أنت ما تعرف قدر الأجر فيها. يا جماعة، النبي لما قال وإن لله كل ليلة عتقاء من النار، كل ليلة، الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. ثم قال النبي وإذا جاء آخر ليلة، آخر ليلة من رمضان، أعتق الله فيها ما لم يعتق في غيرها. قال واحد من الصحابة، أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال لا، ليلة القدر لا، ليست هي. قال إذا ما هي؟ قال إنما يوفى العاملون أجرهم في آخر عملهم. هذه الليلة الله من قدرها العظيم، أتحداك تقدر ما فيها من الفضائل والبركة. ولذلك قال وما أدراك ما ليلة القدر، ما تدري أنت، ما تعرف قدرها. ثم قال ليلة القدر إيش؟ قال خير ولا مثل؟ خير، يعني أفضل من كم شهر؟ 1000 شهر. كم سنة تطلع؟ 84 سنة. يعني السجدة والركعة فيها كأنك سجدت وركعت لله 84 عام. الدمعة في ليلة القدر كأنك بكيت 84 سنة من خشية الله. الصدقة في ليلة القدر كأنك تصدقت 84 سنة. يا جماعة، فضل، من يضيع الفضل؟ لو قال لك مديرك الآن، أعلن الآن الديوان الملكي أن كل موظف يداوم بكرة من الصباح إلى الفجر بنعطيه راتب 84 سنة، ها تروحون ولا لا؟ حتى المتقاعدين يروحون، لأنه يريد الدنيا. يا جماعة، الله ماذا يقول؟ يقول ليلة تصليها إيمانا واحتسابا أعطيك قدر 84 عام، كأنك صليتها وصمتها وقمتها وفعلت كل البر والطاعات فيها، خير من 1000 شهر. طيب وش وصفها؟ تنزل الملائكة، الملائكة مو بواحد، عدد. وقيل، شوفوا هذا الكلام ترى مهم، يقول العلماء ان الله يصطفي من السماء خلق ومن الارض خلق، يصطفي من السماء ملائكة ما يعرفون مين، يعني زي المنتدبين، الملك فلان، الملك فلان، الملك فلان، الملك فلان، انتم تنزلون ليلة القدر 1436 في الارض، هذا الصفاء. طيب من ينالها من اهل الارض؟ فلان وفلان وفلانة وفلان في ابقاع الارض من المسلمين ينالون قدرها وبركتها. اللهم اجعلنا منهم. تنزل الملائكة، ومن معهم؟ والروح، جبريل. ترى جبريل منذ ان مات النبي صلى الله عليه وسلم، اخر ما نزل يوم وفاة الرسول
ثم جلس ينزل كل سنة مرة. جبريل ما ينزل على الارض بعد وفاة الرسول الا كل سنة مرة، اللي هي ليلة القدر. يا جماعة عيب، والله عيب يجي جبريل من السماء يتفقدنا ولا يجدنا. وتدرون ليش ينزل جبريل؟ ينزل يتفقد القرآن. يقول جابر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل جبريل؟ قال: يتفقد القرآن، يشوف اهل القرآن. وينكم يا اهل القرآن؟ وين اهل امة محمد بن عبد الله؟ يشوف الصفوف. وللأسف حنا نبدأ اول رمضان نصلي للجدار، وتنقص الصفوف لين يجي اواخر الليالي ولا يبقى الا صف، وفي بعض المساجد ما يبقى الا احيانا الشيبان الكبار باول الصفوف الا ما رحم الله. مع العلم انها المفروض اكثر، الخيل اذا كانت تريد السباق تجدها تركض وتجمح، واذا اقتربت من خط النهاية توقف ولا تركض اكثر، تزيد في السرعة حتى تصل الى نقطة الفوز. وحنا ليش نكون العكس؟ حنا مثل الخيل التي تسابق في هذا الشهر، اذا قربنا من النهاية ما نفتر بل نسرع ونسابق ونسارع ونتقدم. عسى الله ان ينال. يا جماعة اللي يضمن منكم انه سيعيش الى رمضان الجاي يطلع من المسجد، انا جاهز. اللي يقول انا اضمن يا شيخ اني ساعيش الى 1437 يقوم يطلع، مع السلامة. من يضمن عمره؟ من يضمن انه يصوم مثل هذا الشهر؟ من؟ والله العظيم صلينا وعزينا اناس على اناس، في اناس ماتوا ليلة رمضان. انا عزيت قبل رمضان 3 بيوت، بعضهم كانوا يظنون انهم سيعيشون فترة من الزمن، لكن الموت ما يجامل في لحظة. الامير عبد الله بن مساعد امير الحدود الشمالية رحمه الله مات سكتة قلبية، هذا مثل لانه مشاع فقط، والا روحوا جامع الراجحي كل يوم تصلي العصر والظهر على عشرات الجنائز. بعضهم شباب طلع من بيته على انه بيرجع يتسحر مع اهله، لكن ملك الموت كان بالمرصاد. اللي يضمن انه سيعيش، يا جماعة لو قيل لاحدنا هذا رمضان 1436 اخر رمضان ستعيشه وتصومه، كيف سيكون صيامك وقيامك؟ اعبد الله كأنه ما فيه عندك، خلاص حطوها قاعدة من الليلة. قل: يا رب عجلت اليك ربي لترضى، يا رب سأعبدك في العشر الليالي من الليلة ما لم أعبدك في غيرها. يا رب اللهم إني سأسابق إليك وسأركض إلى جنانك. اللهم لا تخرج رمضان إلا وقد اعتقت رقبتي من النار وتقبلت مني. ترى مو كل من امتنع عن الطعام والشراب صايم. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اللي تاركن الطعام والشراب والشهوة بس عادة، لكن العين تزني وزناها النظر الحرام، والاذن تزني وربما الفرج يزني، والانسان ما توقف عن فعل الحرام وينام عن الصلوات ولا يصلي مع المسلمين، وين الصيام؟ تلعب على مين انت؟ اللي يبغى الجنة يعمل لها، يعمل للجنة قبل فوات الاوان. فنحن في افضل ليالي السنة كلها، والله الذي لا اله غيره ان قدر هذه الليالي من اعظم القدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. وش معنى رغم انف؟ يعني وضع اكرمكم الله خشمه في التراب. قيل: من يا رسول الله؟ في هذا الحديث رأيت النبي يصعد على المنبر يتكئ تعبان. من ماذا؟ شايل هم الكلام اللي سيقوله للأمة. وقال 3 اشياء. قال: رغم انف من ذكرت عنده ولم يصلي علي، ورغم انف من ادرك ابويه ولم يدخل الجنة،
ورغم انف من ادرك رمضان ولم يغفر له. مسكين اللي يدرك شهر الصيام ولا يغفر لك. صيام وقيام وقراءة قرآن وابواب جنان مفتحة وابواب نار مغلقة، نيران مغلقة، وفرص عظيمة تقبل على الله، ويطلع رمضان ولا يغفر لك. اذا متى يغفر لنا ان لم يغفر لنا في شهر الرحمات؟ فاجتهدوا ايها المسلمون، احتسبوا، خلاص وقع عقد مع الله من الليلة اني سأبذل وقتي واجلس اغلب وقتي في المسجد. انقطع يا اخي، لماذا سن الاعتكاف في هذه الليالي؟ الاعتكاف لزوم المسجد لاجل عبادة مخصوصة في وقت محصوص. التزم المسجد، اغلب وقتك خله في المسجد، اقرأ قرآن واذكر الله وسبح وادعو واستغفر وصلي مع الناس الفرائض وأديها، وأدي هذه النافلة قيام الليل، وصلوا كذلك الرواتب والسنن، وادعوا الله وأبشروا بالخير. اللي يقبل على كريم يفلس؟ لا والله، الذي يقبل على الكريم يبشر بالخيرات والعطايا والإكرام، فإنه الكريم جل في علاه. اللهم أكرمنا بالعتق من النيران، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا في هذا الشهر العظيم بأن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. اللهم اعتق رقابنا وآبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا وتقبل صالح أعمالنا. اللهم من حضر في هذا المسجد من الرجال والنساء من الكبار والصغار، اللهم لا تخرجه من هذا المكان إلا وقد غفرت ذنبه وسترت عيبه، واللهم نفست كربه وقضيت دينه ويسرت أموره، وجعلته من عبادك المقبولين الصادقين المصلحين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في أرض الشام، وانصر المستضعفين في فلسطين، وانصر المستضعفين في اليمن، وانصر المستضعفين أهل السنة في العراق وفي إيران. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في تونس، واجمع كلمة المسلمين في باكستان والهند وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتنا على لا إله إلا الله، واحقن دماء المسلمين، واحفظ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة رخاء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ببلادنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اكفنا فتنة التكفير، واكفنا يا رب العالمين فتنة القتل والتفجير يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لأخي إمام المسجد الشيخ متعب، وأشكر المؤذن والإخوة البقية على هذه الدعوة. أشكركم على جلوسكم، وبقي عند الإخوة توزيع جوائزكم. زادكم الله من فضله، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله. تم الكلام، وربنا محمود راعي العلا سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني يتخاصمان، ارتفعت أصواتهما في المسجد، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع، ثم التفت إلى الناس وقال: أما والله إنني قد دخلت عليكم لأخبركم عن ليلة القدر، أما إني وقد وجدت هذين قد تلاحى يعني تخاصما فإني نسيتها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليقول للأمة: ترى موعد ليلة القدر هي الليلة الفلانية. ولما اختصما رجلين تغير الموضوع. أنا بسألكم سؤال: كم بيننا من الخصومة، وكم بيننا من المشاكل، وكم في قلوبنا مع الأسف الشديد أحيانا من الحقد والحسد والغل والبغضاء؟ كم تسمعون من قضايا التظلم في المحاكم؟ هذا ماكل مال يتيم، وهذا أخذ مال إخوانه الورثة، وهذا أخذ مال زوجة أبوه، وهذا أخذ أموال عمال وخدم عنده، فنجد من المشاكل الشيء الكثير. أسألكم بالله، إذا كان ليلة القدر أخفيت
بسبب مشكلة بين اثنين. فماذا نقول عن أمة إلا من رحم الله يدور فيها المشاكل الشيء الكثير؟ الأمر الثاني، أنا عادة أتكلم في لقاءات رمضان عن السورة التي يقرأها الإمام، لكن بمناسبة العشر ولم يبقى، يا جماعة أنتم كنتم ولا زلتم في هدية من الله، الله أهداكم شهر اسمه شهر رمضان. اليوم أنهينا 20 يوم، الليلة ليلة 21، يعني ذهب الثلثين وبقي ثلث، وباقي ثلث واحد، وأعظم الأيام والليالي في هذا الشهر هي هذه الليالي المباركة. ولذلك النبي اعتكف أول رمضان، العشر الأول من رمضان اعتكفها النبي، ثم نزل عليه جبريل قال إنها ليست هنا، يعني ما هي موجودة ليلة القدر في العشر، فاعتكف العشر الوسطى، فأخبره جبريل أنها ليست هنا، ثم اعتكف العشر الأخرى، فقال له جبريل بأن الله يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتحراها في هذه العشر. النبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا باب، تبغون الذنوب تغفر؟ كل واحد يسأل نفسه سؤال، كم ذنب ارتكبته في رمضان الماضي عام 1435 الى البارح؟ كم نظرة حرام؟ كم غيبة؟ كم نميمة؟ كم حسدت من انسان؟ كم وكم عدد؟ اذا جلس الانسان يتذكر ذنوبه ربما يغمى عليه من كثرتها. لاحظ انك لو تقوم ليلة القدر ليلة واحدة بس تقومها ايمان واحتساب، والله العظيم يغفر لك ما تقدم من ذنبك، يغفر لك كل الذنوب، وهو ليلة واحدة. حنا الشيطان اغلبنا اسمحوا لي من يوم يصلي الامام هو يناظر الساعة وكأن عنده اشغال الدنيا، وهو والله ما عنده ولا شيء، لكن الشيطان يشغله ويحسس ان عنده امور كثيرة. نعم المعذور معذور، الله فيه ناس معذورين، موظف انسان عنده امور مهمة، مع ان القيام فرصة، لا تخسر ليلة تصليها في هالليالي. وانا بطلبكم طلب وبنصحكم نصيحة، لا تفوت عليك من الليلة ولا يوم تترك فيه صلاة القيام ابدا. يمكن الليلة التي تصليها وانت صادق ايمانا واحتسابا توافق ليلة القدر. باختصار تبغون نعيش ليلة القدر، انا بعيشكم اجواء ليلة القدر ثم اختم كلمتي. الله يقول انا انزلناه ايش في ليلة القدر، وش اللي نزل في ليلة القدر؟ وش هو؟ جاوبوا، القرآن. طيب وش افضل، هل القرآن هو الذي فضل رمضان ولا رمضان فضل القرآن؟ يعني رمضان اعطى القرآن قيمة ولا القرآن اعطى رمضان قيمة؟ القرآن هو الذي اعطى رمضان قيمة لانه نزل القرآن فيه. طيب كيف يقول الله انا انزلناه في ليلة القدر؟ هل القرآن نزل على النبي في ليلة واحدة ولا نزل طوال دعوته صلى الله عليه وسلم 23 سنة؟ نزل على النبي في 23 سنة. طيب كيف نزل القرآن في ليلة القدر؟ نزل من السماء السابعة الى السماء الدنيا في بيت اسمه بيت العزة في الجنة، نزل القرآن من السماء السابعة للسماء الاولى، نزل كامل، وبدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم متواترا منجما طيلة دعوته عليه الصلاة والسلام. طيب والصفات هذه الليلة؟ قال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وش معنى القدر؟ وش معنى القدر؟ تحمل معنيين، المعنى الأول ذكرت المكانة، سمو قدرها لمكانتها، وتحمل معنى ثاني أن الله يقدر فيها مقادير العباد في هذه السنة القادمة. واجتمع المعنيين في سورة الدخان، إنا أنزلناه إيش؟ في ليلة مباركة
فيها بركة. إنا كنا منزلين، قال الله فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة. وبعض الناس يحرم نفسه، قال الله في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ كم من الأشياء تقول ليلة القدر كبيرة وعظيمة، لكن الله يعظمها في أمر أنت ما تعرف قدر الأجر فيها. يا جماعة، النبي لما قال وإن لله كل ليلة عتقاء من النار، كل ليلة، الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. ثم قال النبي وإذا جاء آخر ليلة، آخر ليلة من رمضان، أعتق الله فيها ما لم يعتق في غيرها. قال واحد من الصحابة أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال لا، ليلة القدر لا، ليست هي. قال إذا ما هي؟ قال إنما يوفى العاملون أجرهم في آخر عملهم. هذه الليلة الله من قدرها العظيم، أتحداك تقدر ما فيها من الفضائل والبركة. ولذلك قال وما أدراك ما ليلة القدر، ما تدري أنت، ما تعرف قدرها. ثم قال ليلة القدر إيش؟ قال خير ولا مثل؟ خير، يعني أفضل من كم شهر؟ ألف. ألف شهر كم سنة تطلع؟ 84 سنة. يعني السجدة والركعة فيها كأنك سجدت وركعت لله 84 عام. الدمعة في ليلة القدر كأنك بكيت 84 سنة من خشية الله. الصدقة في ليلة القدر كأنك تصدقت 84 سنة. يا جماعة، فضل، من يضيع الفضل؟ لو قال لك مديرك الآن، أعلن الآن الديوان الملكي أن كل موظف يداوم بكرة من الصباح إلى الفجر بنعطيه راتب 84 سنة، هات روحون ولا لا؟ حتى المتقاعدين يروحون، لأنه يريد الدنيا. يا جماعة، الله ماذا يقول؟ يقول ليلة تصليها إيمانا واحتسابا أعطيك قدر 84 عام، كأنك صليتها وصمتها وقمتها وفعلت كل البر والطاعات فيها، خير من 1000 شهر. طيب وش وصفها؟ تنزل الملائكة، الملائكة مو بواحد، عدد. وقيل، شوفوا هذا الكلام ترى مهم، يقول العلماء ان الله يصطفي من السماء خلق ومن الارض خلق، يصطفي من السماء ملائكة ما يعرفون مين، يعني زي المنتدبين، الملك فلان الملك فلان الملك فلان الملك فلان، انتم تنزلون ليلة القدر 1436 في الارض، هذا الصفاء. طيب من ينالها من اهل الارض؟ فلان وفلان وفلانة وفلان في ابقاع الارض من المسلمين ينالون قدرها وبركتها، اللهم اجعلنا منهم. تنزل الملائكة، ومن معهم؟ والروح، جبريل. ترى جبريل منذ ان مات النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما نزل يوم وفاة الرسول، ثم جلس ينزل كل سنة مرة. جبريل ما ينزل على الارض بعد وفاة الرسول الا كل سنة مرة، اللي هي ليلة القدر. يا جماعة، عيب، والله عيب، يجي جبريل من السماء يتفقدنا ولا يجدنا. وتدرون ليش ينزل جبريل؟ ينزل يتفقد القرآن. يقول جابر سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل جبريل؟ قال يتفقد القرآن، يشوف اهل القرآن. وينكم يا اهل القرآن؟ وين اهل امة محمد بن عبد الله؟ يشوف الصفوف. وللأسف حنا نبدأ اول رمضان نصلي للجدار، وتنقص الصفوف لين يجي اواخر الليالي ولا يبقى الا صف، وفي بعض المساجد ما يبقى الا احيانا الشيبان الكبار في اول الصفوف الا ما رحم الله، مع العلم انها المفروض اكثر. الخيل اذا كانت تريد السباق تجدها تركض وتجمح، واذا اقتربت من خط النهاية توقف ولا تركض اكثر، تزيد في السرعة حتى تصل الى نقطة الفوز. وحنا ليش نكون العكس؟ حنا مثل الخيل التي تسابق في هذا الشهر، اذا قربنا من النهاية ما نفتر، بل نسرع ونسابق ونسارع ونتقدم.
عسى الله ان ينال. يا جماعة اللي يضمن منكم انه سيعيش الى رمضان الجاي يطلع من المسجد، انا جاهز. اللي يقول انا اضمن يا شيخ اني ساعيش الى 1437 يقوم يطلع، مع السلامة. من يضمن عمره؟ من يضمن انه يصوم مثل هذا الشهر؟ من؟ والله العظيم صلينا وعزينا اناس على اناس، في اناس ماتوا ليلة رمضان. انا عزيت قبل رمضان 3 بيوت، بعضهم يكانوا يظنون انهم سيعيشون فترة من الزمن، لكن الموت ما يجامل في لحظة. الامير عبد الله بن مساعد امير الحدود الشمالي رحمه الله مات سكتة قلبية، هذا مثل لانه مشاع فقط، والا روحوا جامع الراجحي كل يوم تصلي العصر والظهر على عشرات الجنائز. بعضهم شباب طلع من بيته على انه بيرجع يتسحر مع اهله، لكن ملك الموت كان بالمرصاد. اللي يضمن انه سيعيش، يا جماعة لو قيل لاحدنا هذا رمضان 1436 اخر رمضان ستعيشه وتصومه، كيف سيكون صيامك وقيامك؟ اعبدوا الله كأنه ما فيه عندك، خلاص حطوها قاعدة من الليلة. قل يا رب عجلت اليك ربي لترضى، يا رب سأعبدك في العشر الليالي من الليلة ما لم اعبدك في غيرها، يا رب اللهم اني سأسابق اليك وسأركض الى جنانك، اللهم لا تخرج رمضان الا وقد اعتقت رقبتي من النار وتقبلت مني. ترى مو كل من امتنع عن الطعام والشراب صايم. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اللي تاركن الطعام والشراب والشهوة بس عادة، لكن العين تزني وزناها النظر الحرام، والاذن تزني وربما الفرج يزني، والانسان ما توقف عن فعل الحرام وينام عن الصلوات ولا يصلي مع المسلمين، وين الصيام؟ تلعب على مين انت؟ اللي يبغى الجنة يعمل لها، يعمل للجنة قبل فوات الاوان. فنحن في افضل ليالي السنة كلها، والله الذي لا اله غيره ان قدر هذه الليالي من اعظم القدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. وش معنى رغم انف؟ يعني وضع اكرمكم الله خشمه في التراب. قيل من يا رسول الله؟ يقول الراوي في هذا الحديث رأيت النبي يصعد على المنبر يتكئ تعبان. من ماذا؟ شايل هم الكلام اللي سيقوله للأمة. وقال 3 أشياء، قال رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي علي، ورغم أنف من أدرك أبويه ولم يدخل الجنة، ورغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. مسكين اللي يدرك شهر الصيام ولا يغفر لك، صيام وقيام وقراءة قرآن وابواب جنان مفتحة وابواب نار مغلقة، نيران مغلقة وفرص عظيمة تقبل على الله، ويطلع رمضان ولا يغفر لك. اذا متى يغفر لنا ان لم يغفر لنا في شهر الرحمات؟ فاجتهدوا ايها المسلمون، احتسبوا، خلاص وقع عقد مع الله من الليلة اني سأبذل وقتي واجلس اغلب وقتي في المسجد. انقطع يا اخي، لماذا سن الاعتكاف في هذه الليالي؟ الاعتكاف لزوم المسجد لاجل عبادة مخصوصة في وقت مخصوص. التزم المسجد، اغلب وقتك خله في المسجد، اقرأ قرآن واذكر الله وسبح وادعو واستغفر وصلي مع الناس الفرائض وأديها، وأدي هذه النافلة قيام الليل، وصلوا كذلك الرواتب والسنن، وادعوا الله وابشروا بالخير. اللي يقبل على كريم يفلس؟ لا والله، الذي يقبل على الكريم يبشر بالخيرات والعطايا والاكرام، فانه الكريم جل في علاه.
اللهم اكرمنا بالعتق من النيران. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اكرمنا في هذا الشهر العظيم بان تعتق رقابنا ووالدينا من النار. اللهم اعتق رقابنا وابائنا وامهاتنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا وتقبل صالح اعمالنا. اللهم من حضر في هذا المسجد من الرجال والنساء من الكبار والصغار، اللهم لا تخرجه من هذا المكان الا وقد غفرت ذنبه وسترت عيبه، واللهم نفست كربه وقضيت دينه ويسرت اموره وجعلته من عبادك المقبولين الصادقين المصلحين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في ارض الشام، وانصر المستضعفين في فلسطين، وانصر المستضعفين في اليمن، وانصر المستضعفين اهل السنة في العراق وفي ايران. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في تونس، واجمع كلمة المسلمين في باكستان والهند وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتنا على لا اله الا الله، واحقن دماء المسلمين، واحفظ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة رخاء يا رب العالمين. اللهم من ارادنا واراد ببلادنا سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اكفنا فتنة التكفير، واكفنا يا رب العالمين فتنة القتل والتفجير يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لأخي إمام المسجد الشيخ متعب، وأشكر المؤذن والإخوة البقية على هذه الدعوة. أشكركم على جلوسكم، وبقي عند الإخوة توزيع جوائزكم، زادكم الله من فضله. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله. تم الكلام، وربنا محمود راعي العلا سبحانه، والجود ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني يتخاصمان، ارتفعت أصواتهما في المسجد، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع، ثم التفت إلى الناس وقال: أما والله إنني قد دخلت عليكم لأخبركم عن ليلة القدر، أما إني وقد وجدت هذين قد تلاحى يعني تخاصما فإني نسيتها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليقول للأمة: ترى موعد ليلة القدر هي الليلة الفلانية. ولما اختصما رجلين تغير الموضوع. أنا بسألكم سؤال: كم بيننا من الخصومة، وكم بيننا من المشاكل، وكم في قلوبنا مع الأسف الشديد أحيانا من الحقد والحسد والغل والبغضاء؟ كم تسمعون من قضايا التظلم في المحاكم؟ هذا ماكل مال يتيم، وهذا أخذ مال إخوانه الورثة، وهذا أخذ مال زوجة أبوه، وهذا أخذ أموال عمال وخدم عنده. فنجد من المشاكل الشيء الكثير. أسألكم بالله، إذا كان ليلة القدر أخفيت بسبب مشكلة بين اثنين، فماذا نقول عن أمة إلا من رحم الله يدور فيها المشاكل الشيء الكثير؟ الأمر الثاني، أنا عادة أتكلم في لقاءات رمضان عن السورة التي يقرأها الإمام، لكن بمناسبة العشر ولم يبقى، يا جماعة انتم كنتم ولا زلتم في هدية من الله. الله هداكم شهر اسمه شهر رمضان. اليوم انهينا 20 يوم، الليلة ليلة 21، يعني ذهب الثلثين وبقي ثلث، وباقي ثلث واحد. واعظم الايام والليالي في هذا الشهر هي هذه الليالي المباركة، ولذلك النبي اعتكف اول رمضان، العشر الاول من رمضان اعتكفها النبي. ثم نزل عليه جبريل قال: انها ليست هنا، يعني ما هي موجودة ليلة القدر في العشر. فاعتكف العشر الوسطى، فاخبره جبريل انها ليست هنا. ثم اعتكف العشر الاخرى، فقال له جبريل:
بأن الله يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتحراها في هذه العشر. النبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا باب، تبغون الذنوب تغفر؟ كل واحد يسأل نفسه سؤال، كم ذنب ارتكبته في رمضان الماضي عام 1435 الى البارح؟ كم نظرة حرام؟ كم غيبة؟ كم نميمة؟ كم حسدت من انسان؟ كم وكم عدد؟ اذا جلس الانسان يتذكر ذنوبه ربما يغمى عليه من كثرتها. لاحظ انك لو تقوم ليلة القدر ليلة واحدة بس تقومها ايمان واحتساب، والله العظيم يغفر لك ما تقدم من ذنبك، يغفر لك كل الذنوب وهو ليلة واحدة. حنا الشيطان اغلبنا اسمحوا لي من يوم يصلي الامام هو يناظر الساعة وكأن عنده اشغال الدنيا، وهو والله ما عنده ولا شيء، لكن الشيطان يشغله ويحسس ان عنده امور كثيرة. نعم المعذور معذور، الله في ناس معذورين، موظف انسان عنده امور مهمة، مع ان القيام فرصة لا تخسر ليلة تصليها في هالليالي. وانا بطلبكم طلب وبنصحكم نصيحة، لا تفوت عليك من الليلة ولا يوم تترك فيه صلاة القيام ابدا. يمكن الليلة التي تصليها وانت صادق ايمانا واحتسابا توافق ليلة القدر. باختصار تبغون نعيش ليلة القدر؟ انا بعيشكم اجواء ليلة القدر ثم اختم كلمتي. الله يقول انا انزلناه ايش؟ في ليلة القدر. وش اللي نزل في ليلة القدر؟ وش هو؟ جاوبوا، القرآن. طيب وش افضل، هل القرآن هو الذي فضل رمضان ولا رمضان فضل القرآن؟ يعني رمضان اعطى القرآن قيمة ولا القرآن اعطى رمضان قيمة؟ القرآن هو الذي اعطى رمضان قيمة لانه نزل القرآن فيه. طيب كيف يقول الله انا انزلناه في ليلة القدر؟ هل القرآن نزل على النبي في ليلة واحدة ولا نزل طوال دعوته صلى الله عليه وسلم 23 سنة؟ نزل على النبي في 23 سنة. طيب كيف نزل القرآن في ليلة القدر؟ نزل من السماء السابعة الى السماء الدنيا في بيت اسمه بيت العزة في الجنة. نزل القرآن من السماء السابعة للسماء الاولى، نزل كامل وبدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم متواترا منجما طيلة دعوته عليه الصلاة والسلام. طيب والصفات هذه الليلة؟ قال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وش معنى القدر؟ وش معنى القدر؟ تحمل معنيين، المعنى الأول ذكرت المكانة، سمو قدرها لمكانتها، وتحمل معنى ثاني أن الله يقدر فيها مقادير العباد في هذه السنة القادمة. واجتمع المعنيين في سورة الدخان، إنا أنزلناه إيش؟ في ليلة مباركة فيها بركة، إنا كنا منزلين. قال الله فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة. وبعض الناس يحرم نفسه، قال الله في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ كم من الأشياء تقول ليلة القدر كبيرة وعظيمة، لكن الله يعظمها في امر انت ما تعرف قدر الاجر فيها. يا جماعة النبي لما قال وان لله كل ليلة عتقاء من النار، كل ليلة، الله يجعلني واياكم من هؤلاء. ثم قال النبي واذا جاء اخر ليلة، اخر ليلة من رمضان اعتق الله فيها ما لم يعتق في غيرها. قال واحد من الصحابة اهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال لا، ليلة القدر لا ليست هي. قال اذا ما هي؟ قال انما يوفى العاملون اجرهم في اخر عملهم. هذه الليلة الله من قدرها العظيم اتحداك تقدر ما فيها من الفضائل والبركة. ولذلك قال وما ادراك ما ليلة القدر، ما تدري انت، ما تعرف قدرها. ثم قال ليلة القدر ايش؟
قال خير ولا مثل؟ خير، يعني افضل. من كم شهر؟ الف. الف شهر كم سنة تطلع؟ 84 سنة. يعني السجدة والركعة فيها كأنك سجدت وركعت لله 84 عام. الدمعة في ليلة القدر كأنك بكيت 84 سنة من خشية الله. الصدقة في ليلة القدر كأنك تصدقت 84 سنة. يا جماعة فضل، من يضيع الفضل؟ لو قال لك مديرك الآن، أعلن الآن الديوان الملكي أن كل موظف يداوم بكرة من الصباح إلى الفجر بنعطيه راتب 84 سنة، هتروحون ولا لا؟ حتى المتقاعدين يروحون، لأنه يريد الدنيا. يا جماعة الله ماذا يقول؟ يقول ليلة تصليها إيمانا واحتسابا أعطيك قدر 84 عام، كأنك صليتها وصمتها وقمتها وفعلت كل البر والطاعات فيها، خير من 1000 شهر. طيب وش وصفها؟ تنزل الملائكة، الملائكة مو بواحد، عدد. وقيل، شوفوا هذا الكلام ترى مهم، يقول العلماء ان الله يصطفي من السماء خلق ومن الارض خلق، يصطفي من السماء ملائكة ما يعرفون مين، يعني زي المنتدبين، الملك فلان الملك فلان الملك فلان الملك فلان، انتم تنزلون ليلة القدر 1436 في الارض، هذا الصفاء. طيب من ينالها من اهل الارض؟ فلان وفلان وفلانة وفلان في ابقاع الارض من المسلمين ينالون قدرها وبركتها، اللهم اجعلنا منهم. تنزل الملائكة، ومن معهم؟ والروح جبريل. ترى جبريل منذ ان مات النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما نزل يوم وفاة الرسول، ثم جلس ينزل كل سنة مرة. جبريل ما ينزل على الارض بعد وفاة الرسول الا كل سنة مرة، اللي هي ليلة القدر. يا جماعة عيب، والله عيب، يجي جبريل من السماء يتفقدنا ولا يجدنا. وتدرون ليش ينزل جبريل؟ ينزل يتفقد القرآن. يقول جابر سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل جبريل؟ قال يتفقد القرآن، يشوف اهل القرآن. وينكم يا اهل القرآن؟ وين اهل امة محمد بن عبد الله؟ يشوف الصفوف. وللأسف حنا نبدأ اول رمضان نصلي للجدار، وتنقص الصفوف لين يجي اواخر الليالي ولا يبقى الا صف، وفي بعض المساجد ما يبقى الا احيانا الشيبان الكبار في اول الصفوف الا ما رحم الله، مع العلم انها المفروض اكثر. الخيل اذا كانت تريد السباق تجدها تركض وتجمح، واذا اقتربت من خط النهاية توقف ولا تركض اكثر، تزيد في السرعة حتى تصل الى نقطة الفوز. وحنا ليش نكون العكس؟ حنا مثل الخيل التي تسابق في هذا الشهر، اذا قربنا من النهاية ما نفتر، بل نسرع ونسابق ونسارع ونتقدم، عسى الله ان ينال. يا جماعة اللي يضمن منكم انه سيعيش الى رمضان الجاي يطلع من المسجد، انا جاهز. اللي يقول انا اضمن يا شيخ اني سأعيش الى 1437 يقوم يطلع، مع السلامة. من يضمن عمره؟ من يضمن انه يصوم مثل هذا الشهر؟ من؟ والله العظيم صلينا وعزينا اناس على اناس، في اناس ماتوا ليلة رمضان. انا عزيت قبل رمضان 3 بيوت، بعضهم كانوا يظنون انهم سيعيشون فترة من الزمن، لكن الموت ما يجامل في لحظة. الامير عبد الله بن مساعد امير الحدود الشمالي رحمه الله مات سكتة قلبية، هذا مثل لانه مشاع فقط، والا روحوا جامع الراجحي كل يوم تصلي العصر والظهر على عشرات الجنائز. بعضهم شباب طلع من بيته على انه بيرجع يتسحر مع اهله، لكن ملك الموت كان بالمرصاد. اللي يضمن انه سيعيش، يا جماعة لو قيل لأحدنا هذا رمضان 1436 آخر رمضان ستعيشه وتصومه،
كيف سيكون صيامك وقيامك؟ اعبد الله كأنه ما في عندك، خلاص حطوها قاعدة من الليلة. قل يا رب عجلت اليك ربي لترضى، يا رب سأعبدك في العشر الليالي من الليلة ما لم أعبدك في غيرها. يا رب اللهم إني سأسابق إليك وسأركض إلى جنانك. اللهم لا تخرج رمضان إلا وقد اعتقت رقبتي من النار وتقبلت مني. ترى مو كل من امتنع عن الطعام والشراب صايم. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اللي تاركن الطعام والشراب والشهوة بس عادة، لكن العين تزني وزناها النظر الحرام، والاذن تزني وربما الفرج يزني، والانسان ما توقف عن فعل الحرام وينام عن الصلوات ولا يصلي مع المسلمين، وين الصيام؟ تلعب على مين انت؟ اللي يبغى الجنة يعمل لها، يعمل للجنة قبل فوات الأوان. فنحن في أفضل ليالي السنة كلها، والله الذي لا إله غيره، إن قدر هذه الليالي من أعظم القدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. وش معنى رغم أنف؟ يعني وضع أكرمكم الله خشمه في التراب. قيل: من يا رسول الله؟ يقول الراوي في هذا الحديث: رأيت النبي يصعد على المنبر يتكئ تعبان. من ماذا؟ شايل هم الكلام اللي سيقوله للأمة. وقال ثلاثة أشياء: قال رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي علي، ورغم أنف من أدرك أبويه ولم يدخل الجنة، ورغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. مسكين اللي يدرك شهر الصيام ولا يغفر لك. صيام وقيام وقراءة قرآن وأبواب جنان مفتحة وأبواب نار مغلقة، نيران مغلقة، وفرص عظيمة تقبل على الله، ويطلع رمضان ولا يغفر لك. إذا متى يغفر لنا إن لم يغفر لنا في شهر الرحمات؟ فاجتهدوا أيها المسلمون، احتسبوا. خلاص وقع عقد مع الله من الليلة أني سأبذل وقتي وأجلس أغلب وقتي في المسجد. انقطع يا أخي. لماذا سن الاعتكاف في هذه الليالي؟ الاعتكاف لزوم المسجد لأجل عبادة مخصوصة في وقت مخصوص. التزم المسجد، أغلب وقتك خله في المسجد، اقرأ قرآن واذكر الله وسبح وادعو واستغفر وصلي مع الناس الفرائض وأديها، وأدي هذه النافلة قيام الليل، وصلوا كذلك الرواتب والسنن، وادعوا الله وأبشروا بالخير. اللي يقبل على كريم يفلس؟ لا والله، الذي يقبل على الكريم يبشر بالخيرات والعطايا والإكرام، فإنه الكريم جل في علاه. اللهم أكرمنا بالعتق من النيران. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا في هذا الشهر العظيم بأن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. اللهم اعتق رقابنا وآبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا وتقبل صالح أعمالنا. اللهم من حضر في هذا المسجد من الرجال والنساء من الكبار والصغار، اللهم لا تخرجه من هذا المكان إلا وقد غفرت ذنبه وسترت عيبه، واللهم نفست كربه وقضيت دينه ويسرت أموره، وجعلته من عبادك المقبولين الصادقين المصلحين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في أرض الشام، وانصر المستضعفين في فلسطين، وانصر المستضعفين في اليمن، وانصر المستضعفين أهل السنة في العراق وفي إيران. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في تونس، واجمع كلمة المسلمين في باكستان والهند وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتنا على لا إله إلا الله، واحقن دماء المسلمين،
واحفظ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة رخاء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ببلادنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدميره تدميرا عليه. اللهم اكفنا فتنة التكفير واكفنا يا رب العالمين فتنة القتل والتفجير يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لأخي إمام المسجد الشيخ متعب، وأشكر المؤذن والإخوة البقية على هذه الدعوة، أشكركم على جلوسكم، وبقي عند الإخوة توزيع جوائزكم، زادكم الله من فضله، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله. تم الكلام وربنا محمود راعي العلا سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني يتخاصمان، ارتفعت أصواتهما في المسجد، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع ثم التفت إلى الناس وقال: أما والله إنني قد دخلت عليكم لأخبركم عن ليلة القدر، أما إني وقد وجدت هذين قد تلاحى يعني تخاصما فإني نسيتها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليقول للأمة: ترى موعد ليلة القدر هي الليلة الفلانية. ولما اختصما رجلين تغير الموضوع. أنا بسألكم سؤال: كم بيننا من الخصومة وكم بيننا من المشاكل وكم في قلوبنا مع الأسف الشديد أحيانا من الحقد والحسد والغل والبغضاء؟ كم تسمعون من قضايا التظلم في المحاكم؟ هذا ماكل مال يتيم، وهذا أخذ مال إخوانه الورثة، وهذا أخذ مال زوجة أبوه، وهذا أخذ أموال عمال وخدم عنده، فنجد من المشاكل الشيء الكثير. أسألكم بالله، إذا كان ليلة القدر أخفيت بسبب مشكلة بين اثنين، فماذا نقول عن أمة إلا من رحم الله يدور فيها المشاكل الشيء الكثير؟ الأمر الثاني، أنا عادة أتكلم في لقاءات رمضان عن السورة التي يقرأها الإمام، لكن بمناسبة العشر ولم يبقى، يا جماعة أنتم كنتم ولا زلتم في هدية من الله، الله أهداكم شهر اسمه شهر رمضان. اليوم أنهينا 20 يوم، الليلة ليلة 21، يعني ذهب الثلثين وبقي ثلث، وباقي ثلث واحد، وأعظم الأيام والليالي في هذا الشهر هي هذه الليالي المباركة. ولذلك النبي اعتكف أول رمضان، العشر الأول من رمضان اعتكفها النبي، ثم نزل عليه جبريل قال: إنها ليست هنا، يعني ما هي موجودة ليلة القدر في العشر. فاعتكف العشر الوسطى، فأخبره جبريل أنها ليست هنا، ثم اعتكف العشر الأخرى، فقال له جبريل بأن الله يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتحراها في هذه العشر. النبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا باب، تبغون الذنوب تغفر؟ كل واحد يسأل نفسه سؤال: كم ذنب ارتكبته في رمضان الماضي عام 1435 الى البارح؟ كم نظرة حرام؟ كم غيبة؟ كم نميمة؟ كم حسدت من انسان؟ كم وكم عدد؟ اذا جلس الانسان يتذكر ذنوبه ربما يغمى عليه من كثرتها. لاحظ انك لو تقوم ليلة القدر ليلة واحدة بس تقومها ايمان واحتساب، والله العظيم يغفر لك ما تقدم من ذنبك، يغفر لك كل الذنوب، وهو ليلة واحدة. حنا الشيطان اغلبنا اسمحوا لي من يوم يصلي الامام هو يناظر الساعة وكأن عنده اشغال الدنيا، وهو والله ما عنده ولا شيء، لكن الشيطان يشغله ويحسس ان عنده امور كثيرة. نعم المعذور معذور، الله في ناس معذورين، موظف انسان عنده امور مهمة، مع ان القيام فرصة. لا تخسر ليلة
تصليها في هالليالي. وانا بطلبكم طلب وبنصحكم نصيحة، لا تفوت عليك من الليلة ولا يوم تترك فيه صلاة القيام ابدا. يمكن الليلة التي تصليها وانت صادق ايمانا واحتسابا توافق ليلة القدر. باختصار، تبغون نعيش ليلة القدر؟ انا بعيشكم اجواء ليلة القدر ثم اختم كلمتي. الله يقول انا انزلناه ايش؟ في ليلة القدر. وش اللي نزل في ليلة القدر؟ وش هو؟ جاوبوا. القرآن. طيب وش افضل، هل القرآن هو الذي فضل رمضان ولا رمضان فضل القرآن؟ يعني رمضان اعطى القرآن قيمة ولا القرآن اعطى رمضان قيمة؟ القرآن هو الذي اعطى رمضان قيمة لانه نزل القرآن فيه. طيب كيف يقول الله انا انزلناه في ليلة القدر؟ هل القرآن نزل على النبي في ليلة واحدة ولا نزل طوال دعوته صلى الله عليه وسلم 23 سنة؟ نزل على النبي في 23 سنة. طيب كيف نزل القرآن في ليلة القدر؟ نزل من السماء السابعة الى السماء الدنيا في بيت اسمه بيت العزة في الجنة. نزل القرآن من السماء السابعة للسماء الاولى، نزل كامل، وبدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم متواترا منجما طيلة دعوته عليه الصلاة والسلام. طيب والصفات هذه الليلة؟ قال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وش معنى القدر؟ وش معنى القدر؟ تحمل معنيين. المعنى الأول ذكرت المكانة، سمو قدرها لمكانتها. وتحمل معنى ثاني أن الله يقدر فيها مقادير العباد في هذه السنة القادمة. واجتمع المعنيين في سورة الدخان. إنا أنزلناه إيش؟ في ليلة مباركة فيها بركة. إنا كنا منزلين، قال الله فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة. وبعض الناس يحرم نفسه، قال الله في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ كم من الأشياء تقول ليلة القدر كبيرة وعظيمة، لكن الله يعظمها في أمر أنت ما تعرف قدر الأجر فيها. يا جماعة، النبي لما قال وإن لله كل ليلة عتقاء من النار، كل ليلة، الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. ثم قال النبي وإذا جاء آخر ليلة، آخر ليلة من رمضان، اعتق الله فيها ما لم يعتق في غيرها. قال واحد من الصحابة أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال لا، ليلة القدر لا، ليست هي. قال إذا ما هي؟ قال إنما يوفى العاملون أجرهم في آخر عملهم. هذه الليلة الله من قدرها العظيم، أتحداك تقدر ما فيها من الفضائل والبركة. ولذلك قال وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما تدري أنت، ما تعرف قدرها. ثم قال ليلة القدر إيش؟ قال خير ولا مثل؟ خير، يعني أفضل من كم شهر؟ 1000 شهر. كم سنة تطلع؟ 84 سنة. يعني السجدة والركعة فيها كأنك سجدت وركعت لله 84 عام. الدمعة في ليلة القدر كأنك بكيت 84 سنة من خشية الله. الصدقة في ليلة القدر كأنك تصدقت 84 سنة. يا جماعة، فضل، من يضيع الفضل؟ لو قال لك مديرك الآن، أعلن الآن الديوان الملكي أن كل موظف يداوم بكرة من الصباح إلى الفجر بنعطيه راتب 84 سنة، ها تروحون ولا لا؟ حتى المتقاعدين يروحون، لأنه يريد الدنيا. يا جماعة، الله ماذا يقول؟ يقول ليلة تصليها إيمانا واحتسابا أعطيك قدر 84 عام، كأنك صليتها وصمتها وقمتها وفعلت كل البر والطاعات فيها، خير من 1000 شهر. طيب وش وصفها؟ تنزل الملائكة
الملائكة مو بواحد عدد. وقيل شوفوا هذا الكلام ترى مهم، يقول العلماء ان الله يصطفي من السماء خلق ومن الارض خلق، يصطفي من السماء ملائكة ما يعرفون مين، يعني زي المنتدبين، الملك فلان الملك فلان الملك فلان الملك فلان، انتم تنزلون ليلة القدر 1436 في الارض، هذا الصفاء. طيب من ينالها من اهل الارض؟ فلان وفلان وفلانة وفلان في ابقاع الارض من المسلمين ينالون قدرها وبركتها، اللهم اجعلنا منهم. تنزل الملائكة ومن معهم؟ والروح جبريل. ترى جبريل منذ ان مات النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما نزل يوم وفاة الرسول، ثم جلس ينزل كل سنة مرة. جبريل ما ينزل على الارض بعد وفاة الرسول الا كل سنة مرة، اللي هي ليلة القدر. يا جماعة عيب، والله عيب يجي جبريل من السماء يتفقدنا ولا يجدنا. وتدرون ليش ينزل جبريل؟ ينزل يتفقد القرآن. يقول جابر سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل جبريل؟ قال يتفقد القرآن، يشوف اهل القرآن. وينكم يا اهل القرآن؟ وين اهل امة محمد بن عبد الله؟ يشوف الصفوف. وللأسف حنا نبدأ اول رمضان نصلي للجدار وتنقص الصفوف لين يجي اواخر الليالي ولا يبقى الا صف، وفي بعض المساجد ما يبقى الا احيانا الشيبان الكبار باول الصفوف الا ما رحم الله، مع العلم انها المفروض اكثر. الخيل اذا كانت تريد السباق تجدها تركض وتجمح، واذا اقتربت من خط النهاية توقف ولا تركض اكثر، تزيد في السرعة حتى تصل الى نقطة الفوز. وحنا ليش نكون العكس؟ حنا مثل الخيل التي تسابق في هذا الشهر، اذا قربنا من النهاية ما نفتر بل نسرع ونسابق ونسارع ونتقدم، عسى الله ان ينال. يا جماعة اللي يضمن منكم انه سيعيش الى رمضان الجاي يطلع من المسجد، انا جاهز. اللي يقول انا اضمن يا شيخ اني ساعيش الى 1437 يقوم يطلع، مع السلامة. من يضمن عمره؟ من يضمن انه يصوم مثل هذا الشهر؟ من؟ والله العظيم صلينا وعزينا اناس على اناس، في اناس ماتوا ليلة رمضان. انا عزيت قبل رمضان 3 بيوت، بعضهم يكانوا يظنون انهم سيعيشون فترة من الزمن، لكن الموت ما يجامل في لحظة. الامير عبد الله بن مساعد امير الحدود الشمالي رحمه الله مات سكتة قلبية، هذا مثل لانه مشاع فقط، والا روحوا جامع الراجحي كل يوم تصلي العصر والظهر على عشرات الجنائز. بعضهم شباب طلع من بيته على انه بيرجع يتسحر مع اهله، لكن ملك الموت كان بالمرصاد. اللي يضمن انه سيعيش، يا جماعة لو قيل لاحدنا هذا رمضان 1436 اخر رمضان ستعيشه وتصومه، كيف سيكون صيامك وقيامك؟ اعبد الله كأنه ما فيه عندك، خلاص حطوها قاعدة من الليلة. قل يا رب عجلت اليك ربي لترضى، يا رب ساعبدك في العشر الليالي من الليلة ما لم اعبدك في غيرها، يا رب اللهم اني ساسابق اليك وساركض الى جنانك، اللهم لا تخرج رمضان الا وقد اعتقت رقبتي من النار وتقبلت مني. ترى مو كل من امتنع عن الطعام والشراب صايم، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اللي تاركن الطعام والشراب والشهوة بس عادة، لكن العين تزني وزناها النظر الحرام، والاذن تزني وربما الفرج يزني، والانسان ما توقف عن فعل الحرام وينام عن الصلوات ولا يصلي مع المسلمين، وين الصيام؟ تلعب على مين انت؟ اللي يبغى الجنة يعمل لها، يعمل للجنة قبل فوات الاوان، فنحن في افضل ليالي السنة كلها،
والله الذي لا اله غيره ان قدر هذه الليالي من اعظم القدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. وش معنى رغم انف؟ يعني وضع اكرمكم الله خشمه في التراب. قيل من يا رسول الله؟ يقول الراوي في هذا الحديث رأيت النبي يصعد على المنبر يتكئ تعبان من ماذا؟ شايل هم الكلام اللي سيقوله للأمة. وقال ثلاثة أشياء، قال رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي علي، ورغم أنف من أدرك أبويه ولم يدخل الجنة، ورغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. مسكين اللي يدرك شهر الصيام ولا يغفر لك، صيام وقيام وقراءة قرآن وأبواب جنان مفتحة وأبواب نار مغلقة، نيران مغلقة وفرص عظيمة تقبل على الله، ويطلع رمضان ولا يغفر لك. إذا متى يغفر لنا إن لم يغفر لنا في شهر الرحمات؟ فاجتهدوا أيها المسلمون، احتسبوا، خلاص وقع عقد مع الله من الليلة أني سأبذل وقتي وأجلس أغلب وقتي في المسجد. انقطع يا أخي. لماذا سن الاعتكاف في هذه الليالي؟ الاعتكاف لزوم المسجد لأجل عبادة مخصوصة في وقت محصوص. التزم المسجد، أغلب وقتك خله في المسجد، اقرأ قرآن واذكر الله وسبح وادعو واستغفر وصلي مع الناس الفرائض وأديها، وأدي هذه النافلة قيام الليل، وصلوا كذلك الرواتب والسنن، وادعوا الله وأبشروا بالخير. اللي يقبل على كريم يفلس؟ لا والله، الذي يقبل على الكريم يبشر بالخيرات والعطايا والإكرام، فإنه الكريم جل في علاه. اللهم أكرمنا بالعتق من النيران، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا في هذا الشهر العظيم بأن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. اللهم اعتق رقابنا وآبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا وتقبل صالح أعمالنا. اللهم من حضر في هذا المسجد من الرجال والنساء من الكبار والصغار، اللهم لا تخرجه من هذا المكان إلا وقد غفرت ذنبه وسترت عيبه، واللهم نفست كربه وقضيت دينه ويسرت أموره، وجعلته من عبادك المقبولين الصادقين المصلحين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في أرض الشام، وانصر المستضعفين في فلسطين، وانصر المستضعفين في اليمن، وانصر المستضعفين أهل السنة في العراق وفي إيران. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في تونس، واجمع كلمة المسلمين في باكستان والهند وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتنا على لا إله إلا الله، واحقن دماء المسلمين، واحفظ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة رخاء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ببلادنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اكفنا فتنة التكفير، واكفنا يا رب العالمين فتنة القتل والتفجير يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لأخي إمام المسجد الشيخ متعب، وأشكر المؤذن والإخوة البقية على هذه الدعوة. أشكركم على جلوسكم، وبقي عند الإخوة توزيع جوائزكم. زادكم الله من فضله، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله. تم الكلام، وربنا محمود راعي العلا سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني يتخاصمان، ارتفعت أصواتهما في المسجد، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع، ثم التفت إلى الناس وقال أما والله إنني قد دخلت عليكم لأخبركم عن ليلة القدر، أما إني وقد وجدت هذين قد تلاحى، يعني تخاصما،
فاني نسيتها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليقول للأمة ترى موعد ليلة القدر هي الليلة الفلانية. ولما اختصم رجلين تغير الموضوع. انا بسألكم سؤال، كم بيننا من الخصومة وكم بيننا من المشاكل وكم في قلوبنا مع الاسف الشديد احيانا من الحقد والحسد والغل والبغضاء؟ كم تسمعون من قضايا التظلم في المحاكم؟ هذا ماكل مال يتيم، وهذا اخذ مال اخوانه الورثة، وهذا اخذ مال زوجة ابوه، وهذا اخذ اموال عمال وخدم عنده. فنجد من المشاكل الشيء الكثير. اسألكم بالله، اذا كان ليلة القدر اخفيت بسبب مشكلة بين اثنين، فماذا نقول عن امة الا من رحم الله يدور فيها المشاكل الشيء الكثير؟ الامر الثاني، انا عادة اتكلم في لقاءات رمضان عن السورة التي يقرأها الامام، لكن بمناسبة العشر ولم يبقى، يا جماعة انتم كنتم ولا زلتم في هدية من الله. الله هداكم شهر اسمه شهر رمضان. اليوم انهينا 20 يوم، الليلة ليلة 21، يعني ذهب الثلثين وبقي ثلث، وباقي ثلث واحد. واعظم الايام والليالي في هذا الشهر هي هذه الليالي المباركة. ولذلك النبي اعتكف اول رمضان، العشر الاول من رمضان اعتكفها النبي، ثم نزل عليه جبريل قال انها ليست هنا، يعني ما هي موجودة ليلة القدر في العشر. فاعتكف العشر الوسطى، فاخبره جبريل انها ليست هنا، ثم اعتكف العشر الاخرى، فقال له جبريل بان الله يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم ان يتحراها في هذه العشر. النبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا باب، تبغون الذنوب تغفر؟ كل واحد يسأل نفسه سؤال، كم ذنب ارتكبته في رمضان الماضي عام 1435 الى البارح؟ كم نظرة حرام؟ كم غيبة؟ كم نميمة؟ كم حسدت من انسان؟ كم وكم عدد؟ اذا جلس الانسان يتذكر ذنوبه ربما يغمى عليه من كثرتها. لاحظ انك لو تقوم ليلة القدر ليلة واحدة بس تقومها ايمان واحتساب، والله العظيم يغفر لك ما تقدم من ذنبك، يغفر لك كل الذنوب، وهو ليلة واحدة. حنا الشيطان اغلبنا اسمحوا لي من يوم يصلي الامام هو يناظر الساعة وكأن عنده اشغال الدنيا، وهو والله ما عنده ولا شيء، لكن الشيطان يشغله ويحسس ان عنده امور كثيرة. نعم المعذور معذور، الله في ناس معذورين، موظف انسان عنده امور مهمة، مع ان القيام فرصة لا تخسر ليلة تصليها في هالليالي. وانا بطلبكم طلب وبنصحكم نصيحة، لا تفوت عليك من الليلة ولا يوم تترك فيه صلاة القيام ابدا. يمكن الليلة التي تصليها وانت صادق ايمانا واحتسابا توافق ليلة القدر. باختصار تبغون نعيش ليلة القدر، انا بعيشكم اجواء ليلة القدر. ثم اختم كلمتي، الله يقول انا انزلناه ايش في ليلة القدر. وش اللي نزل في ليلة القدر؟ وش هو؟ جاوبوا، القرآن. طيب وش افضل، هل القرآن هو الذي فضل رمضان ولا رمضان فضل القرآن؟ يعني رمضان اعطى القرآن قيمة ولا القرآن اعطى رمضان قيمة؟ القرآن هو الذي اعطى رمضان قيمة لانه نزل القرآن فيه. طيب كيف يقول الله انا انزلناه في ليلة القدر؟ هل القرآن نزل على النبي في ليلة واحدة ولا نزل طوال دعوته صلى الله عليه وسلم 23 سنة؟ نزل على النبي في 23 سنة. طيب كيف نزل القرآن في ليلة القدر؟ نزل من السماء السابعة
الى السماء الدنيا في بيت اسمه بيت العزة في الجنة. نزل القرآن من السماء السابعة للسماء الاولى، نزل كامل، وبدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم متواترا منجما طيلة دعوته عليه الصلاة والسلام. طيب، والصفات هذه الليلة، قال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وش معنى القدر؟ وش معنى القدر؟ تحمل معنيين، المعنى الأول اللي ذكرت المكانة، سمو قدرها لمكانتها، وتحمل معنى ثاني أن الله يقدر فيها مقادير العباد في هذه السنة القادمة. واجتمع المعنيين في سورة الدخان، إنا أنزلناه إيش؟ في ليلة مباركة فيها بركة، إنا كنا منزلين، قال الله فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة. وبعض الناس يحرم نفسه، قال الله في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ كم من الأشياء تقول ليلة القدر كبيرة وعظيمة، لكن الله يعظمها في أمر أنت ما تعرف قدر الأجر فيها. يا جماعة، النبي لما قال وإن لله كل ليلة عتقاء من النار، كل ليلة، الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. ثم قال النبي وإذا جاء آخر ليلة من رمضان أعتق الله فيها ما لم يعتق في غيرها. قال واحد من الصحابة، أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال لا، ليلة القدر لا، ليست هي. قال إذا ما هي؟ قال إنما يوفى العاملون أجرهم في آخر عملهم. هذه الليلة الله من قدرها العظيم، أتحداك تقدر ما فيها من الفضائل والبركة. ولذلك قال وما أدراك ما ليلة القدر، ما تدري أنت، ما تعرف قدرها. ثم قال ليلة القدر إيش؟ قال خير ولا مثل؟ خير، يعني أفضل من كم شهر؟ ألف شهر كم سنة تطلع؟ 84 سنة. يعني السجدة والركعة فيها كأنك سجدت وركعت لله 84 عام. الدمعة في ليلة القدر كأنك بكيت 84 سنة من خشية الله. الصدقة في ليلة القدر كأنك تصدقت 84 سنة. يا جماعة، فضل، من يضيع الفضل؟ لو قال لك مديرك الآن، أعلن الآن الديوان الملكي أن كل موظف يداوم بكرة من الصباح إلى الفجر بنعطيه راتب 84 سنة، هتروحون ولا لا؟ حتى المتقاعدين يروحون، لأنه يريد الدنيا. يا جماعة، الله ماذا يقول؟ يقول ليلة تصليها إيمانا واحتسابا أعطيك قدر 84 عام، كأنك صليتها وصمتها وقمتها وفعلت كل البر والطاعات فيها، خير من 1000 شهر. طيب وش وصفها؟ تنزل الملائكة، الملائكة مو بواحد، عدد. وقيل، شوفوا هذا الكلام ترى مهم، يقول العلماء ان الله يصطفي من السماء خلق ومن الارض خلق، يصطفي من السماء ملائكة ما يعرفون مين، يعني زي المنتدبين، الملك فلان، انتم تنزلون ليلة القدر 1436 في الارض، هذا الصفاء. طيب من ينالها من اهل الارض؟ فلان وفلان وفلانة وفلان في ابقاع الارض من المسلمين ينالون قدرها وبركتها، اللهم اجعلنا منهم. تنزل الملائكة، ومن معهم؟ والروح، جبريل. ترى جبريل منذ ان مات النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما نزل يوم وفاة الرسول، ثم جلس ينزل كل سنة مرة، ينزل على الارض بعد وفاة الرسول الا كل سنة مرة، اللي هي ليلة القدر. يا جماعة عيب، والله عيب، يجي جبريل من السماء يتفقدنا ولا يجدنا. وتدرون ليش ينزل جبريل؟ ينزل يتفقد القرآن. يقول جابر سألت النبي صلى الله عليه وسلم
لما ينزل جبريل؟ قال يتفقد القرآن، يشوف اهل القرآن. وينكم يا اهل القرآن؟ وين اهل امة محمد بن عبد الله؟ يشوف الصفوف. وللأسف حنا نبدأ اول رمضان نصلي للجدار، وتنقص الصفوف لين يجي اواخر الليالي ولا يبقى الا صف، وفي بعض المساجد ما يبقى الا احيانا الشيبان الكبار باول الصفوف الا ما رحم الله، مع العلم انها المفروض اكثر. الخيل اذا كانت تريد السباق تجدها تركض وتجمح، واذا اقتربت من خط النهاية توقف ولا تركض اكثر، تزيد في السرعة حتى تصل الى نقطة الفوز. وحنا ليش نكون العكس؟ حنا مثل الخيل التي تسابق في هذا الشهر، اذا قربنا من النهاية ما نفتر بل نسرع ونسابق ونسارع ونتقدم. عسى الله ان ينال يا جماعة اللي يضمن منكم انه سيعيش الى رمضان الجاي يطلع من المسجد، انا جاهز. اللي يقول انا اضمن يا شيخ اني ساعيش الى 1437 يقوم يطلع، مع السلامة. من يضمن عمره؟ من يضمن انه يصوم مثل هذا الشهر؟ من؟ والله العظيم صلينا وعزينا اناس على اناس، في اناس ماتوا ليلة رمضان. انا عزيت قبل رمضان 3 بيوت، بعضهم كانوا يظنون انهم سيعيشون فترة من الزمن، لكن الموت ما يجامل في لحظة. الامير عبد الله بن مساعد امير الحدود الشمالي رحمه الله مات سكتة قلبية، هذا مثل لانه مشاع فقط، والا روحوا جامع الراجحي كل يوم تصلي العصر والظهر على عشرات الجنائز. بعضهم شباب طلع من بيته على انه بيرجع يتسحر مع اهله، لكن ملك الموت كان بالمرصاد. اللي يضمن انه سيعيش يا جماعة، لو قيل لاحدنا هذا رمضان 1436 اخر رمضان ستعيشه وتصومه، كيف سيكون صيامك وقيامك؟ اعبد الله كأنه ما فيه عندك، خلاص حطوها قاعدة من الليلة. قل يا رب عجلت اليك ربي لترضى، يا رب سأعبدك في العشر الليالي من الليلة ما لم أعبدك في غيرها، يا رب اللهم إني سأسابق إليك وسأركض إلى جنانك. اللهم لا تخرج رمضان إلا وقد اعتقت رقبتي من النار وتقبلت مني. ترى مو كل من امتنع عن الطعام والشراب صايم. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اللي تاركن الطعام والشراب والشهوة بس عادة، لكن العين تزني وزناها النظر الحرام، والاذن تزني وربما الفرج يزني، والانسان ما توقف عن فعل الحرام وينام عن الصلوات ولا يصلي مع المسلمين، وين الصيام؟ تلعب على مين انت؟ اللي يبغى الجنة يعمل لها، يعمل للجنة قبل فوات الاوان، فنحن في افضل ليالي السنة كلها، والله الذي لا اله غيره ان قدر هذه الليالي من اعظم القدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. وش معنى رغم انف؟ يعني وضع اكرمكم الله خشمه في التراب. قيل من يا رسول الله؟ يقول الراوي في هذا الحديث رأيت النبي يصعد على المنبر يتكئ تعبان. من ماذا؟ شايل هم الكلام اللي سيقوله للامة. وقال 3 اشياء، قال رغم انف من ذكرت عنده ولم يصلي علي، ورغم انف من ادرك ابويه ولم يدخل الجنة، ورغم انف من ادرك رمضان ولم يغفر له. مسكين اللي يدرك شهر الصيام ولا يغفر لك، صيام وقيام وقراءة قرآن وابواب جنان مفتحة وابواب نار مغلقة، نيران مغلقة، وفرص عظيمة تقبل على الله
ويطلع رمضان ولا يغفر لك؟ اذا متى يغفر لنا ان لم يغفر لنا في شهر الرحمات؟ فاجتهدوا ايها المسلمون، احتسبوا، خلاص وقع عقد مع الله من الليلة اني سأبذل وقتي واجلس اغلب وقتي في المسجد. انقطع يا اخي، لماذا سن الاعتكاف في هذه الليالي؟ الاعتكاف لزوم المسجد لاجل عبادة مخصوصة في وقت محصوص. التزم المسجد، اغلب وقتك خله في المسجد، اقرأ قرآن واذكر الله وسبح وادعو واستغفر وصلي مع الناس الفرائض وأديها، وأدي هذه النافلة قيام الليل، وصلوا كذلك الرواتب والسنن، وادعوا الله وأبشروا بالخير. اللي يقبل على كريم يفلس؟ لا والله، الذي يقبل على الكريم يبشر بالخيرات والعطايا والإكرام، فإنه الكريم جل في علاه. اللهم أكرمنا بالعتق من النيران، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا في هذا الشهر العظيم بأن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. اللهم اعتق رقابنا وآبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا وتقبل صالح أعمالنا. اللهم من حضر في هذا المسجد من الرجال والنساء من الكبار والصغار، اللهم لا تخرجه من هذا المكان إلا وقد غفرت ذنبه وسترت عيبه، واللهم نفست كربه وقضيت دينه ويسرت أموره، وجعلته من عبادك المقبولين الصادقين المصلحين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في أرض الشام، وانصر المستضعفين في فلسطين، وانصر المستضعفين في اليمن، وانصر المستضعفين أهل السنة في العراق وفي إيران. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في تونس، واجمع كلمة المسلمين في باكستان والهند وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتنا على لا إله إلا الله، واحقن دماء المسلمين، واحفظ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة رخاء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ببلادنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اكفنا فتنة التكفير، واكفنا يا رب العالمين فتنة القتل والتفجير يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لأخي إمام المسجد الشيخ متعب، وأشكر المؤذن والإخوة البقية على هذه الدعوة. أشكركم على جلوسكم، وبقي عند الإخوة توزيع جوائزكم. زادكم الله من فضله، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله. تم الكلام، وربنا محمود راعي العلا سبحانه، والجود ثم الصلاة على النبي محمد، ما طار قمري وأورق عود. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني يتخاصمان، ارتفعت أصواتهما في المسجد، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع، ثم التفت إلى الناس وقال: أما والله إنني قد دخلت عليكم لأخبركم عن ليلة القدر، أما إني وقد وجدت هذين قد تلاحى يعني تخاصما فإني نسيتها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليقول للأمة: ترى موعد ليلة القدر هي الليلة الفلانية. ولما اختصما رجلين تغير الموضوع. أنا بسألكم سؤال: كم بيننا من الخصومة، وكم بيننا من المشاكل، وكم في قلوبنا مع الأسف الشديد أحيانا من الحقد والحسد والغل والبغضاء؟ كم تسمعون من قضايا التظلم في المحاكم؟ هذا ماكل مال يتيم، وهذا أخذ مال إخوانه الورثة، وهذا أخذ مال زوجة أبوه، وهذا أخذ أموال عمال وخدم عنده، فنجد من المشاكل الشيء الكثير. أسألكم بالله، إذا كان ليلة القدر أخفيت بسبب مشكلة بين اثنين، فماذا نقول عن أمة إلا من رحم الله يدور فيها المشاكل الشيء الكثير؟ الأمر الثاني، أنا عادة أتكلم في لقاءات رمضان عن السورة التي يقرأها الإمام، لكن بمناسبة العشر ولم يبقى يا جماعة
انتم كنتم ولا زلتم في هدية من الله. الله اهداكم شهر اسمه شهر رمضان. اليوم انهينا 20 يوم. الليلة ليلة 21، يعني ذهب الثلثين وبقي ثلث، وباقي ثلث واحد. واعظم الايام والليالي في هذا الشهر هي هذه الليالي المباركة. ولذلك النبي اعتكف اول رمضان، العشر الاول من رمضان اعتكفها النبي، ثم نزل عليه جبريل قال انها ليست هنا، يعني ما هي موجودة ليلة القدر في العشر. فاعتكف العشر الوسطى، فاخبره جبريل انها ليست هنا، ثم اعتكف العشر الاخرى، فقال له جبريل بان الله يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم ان يتحراها في هذه العشر. النبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا باب، تبغون الذنوب تغفر؟ كل واحد يسأل نفسه سؤال، كم ذنب ارتكبته في رمضان الماضي عام 1435 الى البارح؟ كم نظرة حرام؟ كم غيبة؟ كم نميمة؟ كم حسدت من انسان؟ كم وكم عدد؟ اذا جلس الانسان يتذكر ذنوبه ربما يغمى عليه من كثرتها. لاحظ انك لو تقوم ليلة القدر ليلة واحدة بس تقومها ايمان واحتساب، والله العظيم يغفر لك ما تقدم من ذنبك، يغفر لك كل الذنوب، وهو ليلة واحدة. حنا الشيطان اغلبنا اسمحوا لي من يوم يصلي الامام هو يناظر الساعة وكأن عنده اشغال الدنيا، وهو والله ما عنده ولا شيء، لكن الشيطان يشغله ويحسس ان عنده امور كثيرة. نعم المعذور معذور، الله في ناس معذورين، موظف انسان عنده امور مهمة، مع ان القيام فرصة لا تخسر ليلة تصليها في هالليالي. وانا بطلبكم طلب وبنصحكم نصيحة، لا تفوت عليك من الليلة ولا يوم تترك فيه صلاة القيام ابدا. يمكن الليلة التي تصليها وانت صادق ايمانا واحتسابا توافق ليلة القدر. باختصار تبغون نعيش ليلة القدر، انا بعيشكم اجواء ليلة القدر ثم اختم كلمتي. الله يقول انا انزلناه ايش في ليلة القدر. وشو اللي نزل في ليلة القدر؟ وشو؟ جاوبوا، القرآن. طيب وش افضل، هل القرآن هو الذي فضل رمضان ولا رمضان فضل القرآن؟ يعني رمضان اعطى القرآن قيمة ولا القرآن اعطى رمضان قيمة؟ القرآن هو الذي اعطى رمضان قيمة لانه نزل القرآن فيه. طيب كيف يقول الله انا انزلناه في ليلة القدر؟ هل القرآن نزل على النبي في ليلة واحدة ولا نزل طوال دعوته صلى الله عليه وسلم 23 سنة؟ نزل على النبي في 23 سنة. طيب كيف نزل القرآن في ليلة القدر؟ نزل من السماء السابعة الى السماء الدنيا في بيت اسمه بيت العزة في الجنة. نزل القرآن من السماء السابعة للسماء الاولى، نزل كامل، وبدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم متواترا منجما طيلة دعوته عليه الصلاة والسلام. طيب والصفات هذه الليلة؟ قال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وش معنى القدر؟ وش معنى القدر؟ تحمل معنيين، المعنى الأول اللي ذكرت المكانة، سمو قدرها لمكانتها، وتحمل معنى ثاني أن الله يقدر فيها مقادير العباد في هذه السنة القادمة. واجتمع المعنيين في سورة الدخان، إنا أنزلناه إيش؟ في ليلة مباركة فيها بركة، إنا كنا منزلين، قال الله فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة. وبعض الناس يحرم نفسه، قال الله في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ كم من الأشياء تقول ليلة القدر كبيرة وعظيمة، لكن الله يعظمها
في امر انت ما تعرف قدر الاجر فيها. يا جماعة النبي لما قال وان لله كل ليلة عتقاء من النار، كل ليلة، الله يجعلني واياكم من هؤلاء. ثم قال النبي واذا جاء اخر ليلة، اخر ليلة من رمضان اعتق الله فيها ما لم يعتق في غيرها. قال واحد من الصحابة اهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال لا، ليلة القدر لا ليست هي. قال اذا ما هي؟ قال انما يوفى العاملون اجرهم في اخر عملهم. هذه الليلة الله من قدرها العظيم اتحداك تقدر ما فيها من الفضائل والبركة. ولذلك قال وما ادراك ما ليلة القدر، ما تدري انت، ما تعرف قدرها. ثم قال ليلة القدر ايش؟ قال خير ولا مثل؟ خير، يعني افضل من كم شهر؟ الف. الف شهر كم سنة تطلع؟ 84 سنة. يعني السجدة والركعة فيها كأنك سجدت وركعت لله 84 عام. الدمعة في ليلة القدر كأنك بكيت 84 سنة من خشية الله. الصدقة في ليلة القدر كأنك تصدقت 84 سنة. يا جماعة فضل، من يضيع الفضل؟ لو قال لك مديرك الآن، أعلن الآن الديوان الملكي أن كل موظف يداوم بكرة من الصباح إلى الفجر بنعطيه راتب 84 سنة، هتروحون ولا لا؟ حتى المتقاعدين يروحون، لأنه يريد الدنيا. يا جماعة الله ماذا يقول؟ يقول ليلة تصليها إيمانا واحتسابا أعطيك قدر 84 عام، كأنك صليتها وصمتها وقمتها وفعلت كل البر والطاعات فيها، خير من ألف شهر. طيب وش وصفها؟ تنزل الملائكة، الملائكة مو بواحد، عدد. وقيل شوفوا هذا الكلام ترى مهم، يقول العلماء ان الله يصطفي من السماء خلق ومن الارض خلق. يصطفي من السماء ملائكة ما يعرفون مين، يعني زي المنتدبين، الملك فلان الملك فلان الملك فلان الملك فلان، انتم تنزلون ليلة القدر 1436 في الارض، هذا الصفاء. طيب من ينالها من اهل الارض؟ فلان وفلان وفلانة وفلان في ابقاع الارض من المسلمين ينالون قدرها وبركتها، اللهم اجعلنا منهم. تنزل الملائكة ومن معهم؟ والروح جبريل. ترى جبريل منذ ان مات النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما نزل يوم وفاة الرسول، ثم جلس ينزل كل سنة مرة. جبريل ما ينزل على الارض بعد وفاة الرسول الا كل سنة مرة، اللي هي ليلة القدر. يا جماعة عيب، والله عيب يجي جبريل من السماء يتفقدنا ولا يجدنا. وتدرون ليش ينزل جبريل؟ ينزل يتفقد القرآن. يقول جابر سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل جبريل؟ قال يتفقد القرآن، يشوف اهل القرآن. وينكم يا اهل القرآن؟ وين اهل امة محمد بن عبد الله؟ يشوف الصفوف. وللأسف حنا نبدأ اول رمضان نصلي للجدار وتنقص الصفوف لين يجي اواخر الليالي ولا يبقى الا صف، وفي بعض المساجد ما يبقى الا احيانا الشيبان الكبار باول الصفوف الا ما رحم الله، مع العلم انها المفروض اكثر. الخيل اذا كانت تريد السباق تجدها تركض وتجمح، واذا اقتربت من خط النهاية توقف ولا تركض اكثر، تزيد في السرعة حتى تصل الى نقطة الفوز. وحنا ليش نكون العكس؟ حنا مثل الخيل التي تسابق في هذا الشهر، اذا قربنا من النهاية ما نفتر بل نسرع ونسابق ونسارع ونتقدم، عسى الله ان ينال. يا جماعة اللي يضمن منكم انه سيعيش الى رمضان الجاي يطلع من المسجد، انا جاهز. اللي يقول انا اضمن يا شيخ اني ساعيش الى 1437 يقوم يطلع، مع السلامة. من يضمن عمره؟ من يضمن انه يصوم مثل هذا الشهر؟ من؟
والله العظيم صلينا وعزينا اناس على اناس في اناس ماتوا ليلة رمضان. انا عزيت قبل رمضان 3 بيوت. بعضهم كانوا يظنون انهم سيعيشون فترة من الزمن، لكن الموت ما يجامل في لحظة. الامير عبد الله بن مساعد امير الحدود الشمالية رحمه الله مات سكتة قلبية، هذا مثل لانه مشاع فقط، والا روحوا جامع الراجحي كل يوم تصلي العصر والظهر على عشرات الجنائز. بعضهم شباب طلع من بيته على انه بيرجع يتسحر مع اهله، لكن ملك الموت كان بالمرصاد. اللي يضمن انه سيعيش، يا جماعة لو قيل لاحدنا هذا رمضان 1436 اخر رمضان ستعيشه وتصومه، كيف سيكون صيامك وقيامك؟ اعبد الله كأنه ما فيه عندك، خلاص حطوها قاعدة من الليلة. قل يا رب عجلت اليك ربي لترضى، يا رب سأعبدك في العشر الليالي من الليلة ما لم اعبدك في غيرها، يا رب اللهم اني سأسابق اليك وسأركض الى جنانك، اللهم لا تخرج رمضان الا وقد اعتقت رقبتي من النار وتقبلت مني. ترى مو كل من امتنع عن الطعام والشراب صايم. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اللي تاركن الطعام والشراب والشهوة بس عادة، لكن العين تزني وزناها النظر الحرام، والاذن تزني وربما الفرج يزني، والانسان ما توقف عن فعل الحرام وينام عن الصلوات ولا يصلي مع المسلمين، وين الصيام؟ تلعب على مين انت؟ اللي يبغى الجنة يعمل لها، يعمل للجنة قبل فوات الاوان. فنحن في افضل ليالي السنة كلها، والله الذي لا اله غيره ان قدر هذه الليالي من اعظم القدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. وش معنى رغم انف؟ يعني وضع اكرمكم الله خشمه في التراب. قيل من يا رسول الله؟ يقول الراوي في هذا الحديث رأيت النبي يصعد على المنبر يتكئ تعبان. من ماذا؟ شايل هم الكلام اللي سيقوله للأمة. وقال 3 أشياء. قال رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي علي، ورغم أنف من أدرك أبويه ولم يدخل الجنة، ورغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. مسكين اللي يدرك شهر الصيام ولا يغفر لك، صيام وقيام وقراءة قرآن وأبواب جنان مفتحة وأبواب نار مغلقة، نيران مغلقة وفرص عظيمة تقبل على الله، ويطلع رمضان ولا يغفر لك. إذن متى يغفر لنا؟ إن لم يغفر لنا في شهر الرحمات. فاجتهدوا أيها المسلمون، احتسبوا، خلاص وقع عقد مع الله من الليلة اني سأبذل وقتي واجلس اغلب وقتي في المسجد. انقطع يا اخي، لماذا سن الاعتكاف في هذه الليالي؟ الاعتكاف لزوم المسجد لاجل عبادة مخصوصة في وقت محصوص. التزم المسجد، اغلب وقتك خله في المسجد، اقرأ قرآن واذكر الله وسبح وادعو واستغفر وصلي مع الناس الفرائض وأديها، وأدي هذه النافلة قيام الليل، وصلوا كذلك الرواتب والسنن، وادعوا الله وأبشروا بالخير. اللي يقبل على كريم يفلس؟ لا والله، الذي يقبل على الكريم يبشر بالخيرات والعطايا والإكرام، فإنه الكريم جل في علاه. اللهم أكرمنا بالعتق من النيران، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا في هذا الشهر العظيم بأن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. اللهم اعتق رقابنا وآبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين.
اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا وتقبل صالح أعمالنا. اللهم من حضر في هذا المسجد من الرجال والنساء من الكبار والصغار، اللهم لا تخرجه من هذا المكان إلا وقد غفرت ذنبه وسترت عيبه، واللهم نفست كربه وقضيت دينه ويسرت أموره وجعلته من عبادك المقبولين الصادقين المصلحين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في أرض الشام، وانصر المستضعفين في فلسطين، وانصر المستضعفين في اليمن، وانصر المستضعفين أهل السنة في العراق وفي إيران. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في تونس، واجمع كلمة المسلمين في باكستان والهند وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتنا على لا إله إلا الله، واحقن دماء المسلمين، واحفظ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة رخاء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ببلادنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اكفنا فتنة التكفير، واكفنا يا رب العالمين فتنة القتل والتفجير يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لأخي إمام المسجد الأخ متعب، وأشكر المؤذن والإخوة البقية على هذه الدعوة. أشكركم على جلوسكم، وبقي عند الإخوة توزيع جوائزكم. زادكم الله من فضله، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله. تم الكلام، وربنا محمود راعي العلا سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني يتخاصمان، ارتفعت أصواتهما في المسجد، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع، ثم التفت إلى الناس وقال: أما والله إنني قد دخلت عليكم لأخبركم عن ليلة القدر، أما إني وقد وجدت هذين قد تلاحى يعني تخاصما فإني نسيتها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليقول للأمة: ترى موعد ليلة القدر هي الليلة الفلانية. ولما اختصما رجلين تغير الموضوع. أنا بسألكم سؤال: كم بيننا من الخصومة، وكم بيننا من المشاكل، وكم في قلوبنا مع الأسف الشديد أحيانا من الحقد والحسد والغل والبغضاء؟ كم تسمعون من قضايا التظلم في المحاكم؟ هذا ماكل مال يتيم، وهذا أخذ مال إخوانه الورثة، وهذا أخذ مال زوجة أبوه، وهذا أخذ أموال عمال وخدم عنده، فنجد من المشاكل الشيء الكثير. أسألكم بالله، إذا كان ليلة القدر أخفيت بسبب مشكلة بين اثنين، فماذا نقول عن أمة إلا من رحم الله يدور فيها المشاكل الشيء الكثير؟ الأمر الثاني، أنا عادة أتكلم في لقاءات رمضان عن السورة التي يقرأها الإمام، لكن بمناسبة العشر ولم يبقى، يا جماعة أنتم كنتم ولا زلتم في هدية من الله. الله أهداكم شهر اسمه شهر رمضان. اليوم أنهينا 20 يوم، الليلة ليلة 21، يعني ذهب الثلثين وبقي ثلث، وباقي ثلث واحد. وأعظم الأيام والليالي في هذا الشهر هي هذه الليالي المباركة، ولذلك النبي اعتكف أول رمضان، العشر الأول من رمضان اعتكفها النبي، ثم نزل عليه جبريل قال: إنها ليست هنا، يعني ما هي موجودة ليلة القدر في العشر. فاعتكف العشر الوسطى، فأخبره جبريل أنها ليست هنا، ثم اعتكف العشر الأخرى، فقال له جبريل بأن الله يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتحراها في هذه العشر. النبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا باب: تبغون الذنوب تغفر؟ كل واحد يسأل نفسه سؤال: كم ذنب ارتكبته
في رمضان الماضي عام 1435 الى البارح، كم نظرة حرام، كم غيبة، كم نميمة، كم حسدت من انسان، كم وكم عدد. اذا جلس الانسان يتذكر ذنوبه ربما يغمى عليه من كثرتها. لاحظ انك لو تقوم ليلة القدر ليلة واحدة بس تقومها ايمان واحتساب، والله العظيم يغفر لك ما تقدم من ذنبك، يغفر لك كل الذنوب، وهو ليلة واحدة. حنا الشيطان اغلبنا اسمحوا لي من يوم يصلي الامام هو يناظر الساعة وكأن عنده اشغال الدنيا، وهو والله ما عنده ولا شيء، لكن الشيطان يشغله ويحسس ان عنده امور كثيرة. نعم المعذور معذور، الله فيه ناس معذورين، موظف انسان عنده امور مهمة، مع ان القيام فرصة لا تخسر ليلة تصليها في هالليالي. وانا بطلبكم طلب وبنصحكم نصيحة، لا تفوت عليك من الليلة ولا يوم تترك فيه صلاة القيام ابدا. يمكن الليلة التي تصليها وانت صادق ايمانا واحتسابا توافق ليلة القدر. باختصار تبغون نعيش ليلة القدر، انا بعيشكم اجواء ليلة القدر ثم اختم كلمتي. الله يقول انا انزلناه ايش في ليلة القدر، وش اللي نزل في ليلة القدر؟ وش هو؟ جاوبوا، القرآن. طيب وش افضل، هل القرآن هو الذي فضل رمضان ولا رمضان فضل القرآن؟ يعني رمضان اعطى القرآن قيمة ولا القرآن اعطى رمضان قيمة؟ القرآن هو الذي اعطى رمضان قيمة لانه نزل القرآن فيه. طيب كيف يقول الله انا انزلناه في ليلة القدر؟ هل القرآن نزل على النبي في ليلة واحدة ولا نزل طوال دعوته صلى الله عليه وسلم 23 سنة؟ نزل على النبي في 23 سنة. طيب كيف نزل القرآن في ليلة القدر؟ نزل من السماء السابعة الى السماء الدنيا في بيت اسمه بيت العزة في الجنة. نزل القرآن من السماء السابعة للسماء الاولى، نزل كامل، وبدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم متواترا منجما طيلة دعوته عليه الصلاة والسلام. طيب والصفات هذه الليلة؟ قال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وش معنى القدر؟ وش معنى القدر؟ تحمل معنيين، المعنى الأول ذكرت المكانة، سمو قدرها لمكانتها، وتحمل معنى ثاني أن الله يقدر فيها مقادير العباد في هذه السنة القادمة، واجتمع المعنيين في سورة الدخان. إنا أنزلناه إيش؟ في ليلة مباركة فيها بركة، إنا كنا منزلين، قال الله فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة. وبعض الناس يحرم نفسه، قال الله في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ كم من الأشياء تقول ليلة القدر كبيرة وعظيمة، لكن الله يعظمها في أمر أنت ما تعرف قدر الأجر فيها. يا جماعة النبي لما قال وإن لله كل ليلة عتقاء من النار، كل ليلة، الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. ثم قال النبي وإذا جاء آخر ليلة، آخر ليلة من رمضان أعتق الله فيها ما لم يعتق في غيرها. قال واحد من الصحابة أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال لا، ليلة القدر لا ليست هي. قال إذا ما هي؟ قال إنما يوفى العاملون أجرهم في آخر عملهم. هذه الليلة الله من قدرها العظيم، أتحداك تقدر ما فيها من الفضائل والبركة. ولذلك قال وما أدراك ما ليلة القدر، ما تدري أنت، ما تعرف قدرها. ثم قال ليلة القدر إيش؟ قال خير ولا مثل؟ خير، يعني أفضل من كم شهر؟ ألف. ألف شهر كم سنة تطلع؟ 84 سنة. يعني السجدة والركعة فيها
كأنك سجدت وركعت لله 84 عام. الدمعة في ليلة القدر كأنك بكيت 84 سنة من خشية الله. الصدقة في ليلة القدر كأنك تصدقت 84 سنة. يا جماعة فضل، من يضيع للفضل؟ لو قال لك مديرك الان، اعلن الان الديوان الملكي ان كل موظف يداوم بكرة من الصباح الين الفجر بنعطيه راتب 84 سنة، ها تروحون ولا لا؟ حتى المتقاعدين يروحون، لانه يريد الدنيا. يا جماعة الله ماذا يقول؟ يقول ليلة تصليها ايمانا واحتسابا اعطيك قدر 84 عام، كأنك صليتها وصمتها وقمتها وفعلت كل البر والطاعات فيها، خير من 1000 شهر. طيب وش وصفها؟ تنزل الملائكة، الملائكة مو بواحد، عدد. وقيل، شوفوا هذا الكلام ترى مهم، يقول العلماء ان الله يصطفي من السماء خلق ومن الارض خلق، يصطفي من السماء ملائكة ما يعرفون مين، يعني زي المنتدبين، الملك فلان الملك فلان الملك فلان الملك فلان، انتم تنزلون ليلة القدر 1436 في الارض، هذا الصفاء. طيب من ينالها من اهل الارض؟ فلان وفلان وفلانة وفلان في ابقاع الارض من المسلمين ينالون قدرها وبركتها، اللهم اجعلنا منهم. تنزل الملائكة، ومن معهم؟ والروح جبريل. ترى جبريل منذ ان مات النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما نزل يوم وفاة الرسول، ثم جلس ينزل كل سنة مرة. جبريل ما ينزل على الارض بعد وفاة الرسول الا كل سنة مرة، اللي هي ليلة القدر. يا جماعة عيب، والله عيب، يجي جبريل من السماء يتفقدنا ولا يجدنا. وتدرون ليش ينزل جبريل؟ ينزل يتفقد القرآن. يقول جابر سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل جبريل؟ قال يتفقد القرآن، يشوف اهل القرآن. وينكم يا اهل القرآن؟ وين اهل امة محمد بن عبد الله؟ يشوف الصفوف. وللأسف حنا نبدأ اول رمضان نصلي للجدار وتنقص الصفوف لين يجي اواخر الليالي ولا يبقى الا صف، وفي بعض المساجد ما يبقى الا احيانا الشيبان الكبار باول الصفوف الا ما رحم الله، مع العلم انها المفروض اكثر. الخيل اذا كانت تريد السباق تجدها تركض وتجمح، واذا اقتربت من خط النهاية توقف ولا تركض اكثر، تزيد في السرعة حتى تصل الى نقطة الفوز. وحنا ليش نكون العكس؟ حنا مثل الخيل التي تسابق في هذا الشهر، اذا قربنا من النهاية ما نفتر بل نسرع ونسابق ونسارع ونتقدم، عسى الله ان ينال. يا جماعة اللي يضمن منكم انه سيعيش الى رمضان الجاي يطلع من المسجد، انا جاهز. اللي يقول انا اضمن يا شيخ اني ساعيش الى 1437 يقوم يطلع، مع السلامة. من يضمن عمره؟ من يضمن انه يصوم مثل هذا الشهر؟ من؟ والله العظيم صلينا وعزينا اناس على اناس، في اناس ماتوا ليلة رمضان. انا عزيت قبل رمضان 3 بيوت، بعضهم كانوا يظنون انهم سيعيشون فترة من الزمن، لكن الموت ما يجامل في لحظة. الامير عبد الله بن مساعد امير الحدود الشمالية رحمه الله مات سكتة قلبية، هذا مثل لانه مشاع فقط، والا روحوا جامع الراجحي كل يوم تصلي العصر والظهر على عشرات الجنائز. بعضهم شباب طلع من بيته على انه بيرجع يتسحر مع اهله، لكن ملك الموت كان بالمرصاد. اللي يضمن انه سيعيش، يا جماعة لو قيل لاحدنا هذا رمضان 1436 اخر رمضان ستعيشه وتصومه، كيف سيكون صيامك وقيامك؟ اعبد الله كأنه ما فيه عندك، خلاص حطوها قاعدة من الليلة. قل يا رب عجلت اليك ربي لترضى، يا رب سأعبدك في العشر الليالي من الليلة
ما لم اعبدك في غيرها. يا رب اللهم اني ساسابق اليك وساركض الى جنانك. اللهم لا تخرج رمضان الا وقد اعتقت رقبتي من النار وتقبلت مني. ترى مو كل من امتنع عن الطعام والشراب صايم. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اللي تاركن الطعام والشراب والشهوة بس عادة، لكن العين تزني وزناها النظر الحرام، والاذن تزني وربما الفرج يزني، والانسان ما توقف عن فعل الحرام وينام عن الصلوات ولا يصلي مع المسلمين، وين الصيام؟ تلعب على مين انت؟ اللي يبغى الجنة يعمل لها، يعمل للجنة قبل فوات الاوان. فنحن في افضل ليالي السنة كلها، والله الذي لا اله غيره ان قدر هذه الليالي من اعظم القدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. وش معنى رغم انف؟ يعني وضع اكرمكم الله خشمه في التراب. قيل: من يا رسول الله؟ يقول الراوي في هذا الحديث: رأيت النبي يصعد على المنبر يتكئ تعبان. من ماذا؟ شايل هم الكلام اللي سيقوله للأمة. وقال ثلاثة أشياء: قال رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي علي، ورغم أنف من أدرك أبويه ولم يدخل الجنة، ورغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. مسكين اللي يدرك شهر الصيام ولا يغفر لك. صيام وقيام وقراءة قرآن وأبواب جنان مفتحة وأبواب نار مغلقة، نيران مغلقة، وفرص عظيمة تقبل على الله، ويطلع رمضان ولا يغفر لك. إذن متى يغفر لنا إن لم يغفر لنا في شهر الرحمات؟ فاجتهدوا أيها المسلمون، احتسبوا، خلاص وقع عقد مع الله من الليلة أني سأبذل وقتي وأجلس أغلب وقتي في المسجد. انقطع يا أخي. لماذا سن الاعتكاف في هذه الليالي؟ الاعتكاف لزوم المسجد لأجل عبادة مخصوصة في وقت مخصوص. التزم المسجد، أغلب وقتك خله في المسجد، اقرأ قرآن واذكر الله وسبح وادعو واستغفر وصلي مع الناس الفرائض وأديها، وأدي هذه النافلة قيام الليل، وصلوا كذلك الرواتب والسنن، وادعوا الله وأبشروا بالخير. اللي يقبل على كريم يفلس؟ لا والله، الذي يقبل على الكريم يبشر بالخيرات والعطايا والإكرام، فإنه الكريم جل في علاه. اللهم أكرمنا بالعتق من النيران. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا في هذا الشهر العظيم بأن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. اللهم اعتق رقابنا وآبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا وتقبل صالح أعمالنا. اللهم من حضر في هذا المسجد من الرجال والنساء من الكبار والصغار، اللهم لا تخرجه من هذا المكان إلا وقد غفرت ذنبه وسترت عيبه، واللهم نفست كربه وقضيت دينه ويسرت أموره، وجعلته من عبادك المقبولين الصادقين المصلحين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في أرض الشام، وانصر المستضعفين في فلسطين، وانصر المستضعفين في اليمن، وانصر المستضعفين أهل السنة في العراق وفي إيران. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في تونس، واجمع كلمة المسلمين في باكستان والهند وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتنا على لا إله إلا الله، واحقن دماء المسلمين، واحفظ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة رخاء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ببلادنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اكفنا فتنة التكفير، واكفنا يا رب العالمين
فتنة القتل والتفجير يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لأخي إمام المسجد الشيخ متعب، وأشكر المؤذن والإخوة البقية على هذه الدعوة، أشكركم على جلوسكم، وبقي عند الإخوة توزيع جوائزكم، زادكم الله من فضله، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله. تم الكلام وربنا محمود راع العلا سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني يتخاصمان، ارتفعت أصواتهما في المسجد، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع، ثم التفت إلى الناس وقال: أما والله إنني قد دخلت عليكم لأخبركم عن ليلة القدر، أما إني وقد وجدت هذين قد تلاحى يعني تخاصما فإني نسيتها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليقول للأمة: ترى موعد ليلة القدر هي الليلة الفلانية. ولما اختصما رجلين تغير الموضوع. أنا بسألكم سؤال: كم بيننا من الخصومة، وكم بيننا من المشاكل، وكم في قلوبنا مع الأسف الشديد أحيانا من الحقد والحسد والغل والبغضاء؟ كم تسمعون من قضايا التظلم في المحاكم؟ هذا ماكل مال يتيم، وهذا أخذ مال إخوانه الورثة، وهذا أخذ مال زوجة أبوه، وهذا أخذ أموال عمال وخدم عنده، فنجد من المشاكل الشيء الكثير. أسألكم بالله، إذا كان ليلة القدر أخفيت بسبب مشكلة بين اثنين، فماذا نقول عن أمة إلا من رحم الله يدور فيها المشاكل الشيء الكثير؟ الأمر الثاني، أنا عادة أتكلم في لقاءات رمضان عن السورة التي يقرأها الإمام، لكن بمناسبة العشر ولم يبقى، يا جماعة أنتم كنتم ولا زلتم في هدية من الله، الله هداكم شهر اسمه شهر رمضان، اليوم أنهينا 20 يوم، الليلة ليلة 21، يعني ذهب الثلثين وبقي ثلث، وباقي ثلث واحد، وأعظم الأيام والليالي في هذا الشهر هي هذه الليالي المباركة. ولذلك النبي اعتكف أول رمضان، العشر الأول من رمضان اعتكفها النبي، ثم نزل عليه جبريل قال: إنها ليست هنا، يعني ما هي موجودة ليلة القدر في العشر، فاعتكف العشر الوسطى، فأخبره جبريل أنها ليست هنا، ثم اعتكف العشر الأخرى، فقال له جبريل بأن الله يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتحراها في هذه العشر. النبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا باب: تبغون الذنوب تغفر؟ كل واحد يسأل نفسه سؤال: كم ذنب ارتكبته في رمضان الماضي عام 1435 الى البارح؟ كم نظرة حرام؟ كم غيبة؟ كم نميمة؟ كم حسدت من انسان؟ كم وكم عدد؟ اذا جلس الانسان يتذكر ذنوبه ربما يغمى عليه من كثرتها. لاحظ انك لو تقوم ليلة القدر ليلة واحدة بس تقومها ايمان واحتساب، والله العظيم يغفر لك ما تقدم من ذنبك، يغفر لك كل الذنوب، وهو ليلة واحدة. حنا الشيطان اغلبنا اسمحوا لي من يوم يصلي الامام هو يناظر الساعة وكأن عنده اشغال الدنيا، وهو والله ما عنده ولا شيء، لكن الشيطان يشغله ويحسس ان عنده امور كثيرة. نعم المعذور معذور، الله في ناس معذورين، موظف انسان عنده امور مهمة، مع ان القيام فرصة، لا تخسر ليلة تصليها في هالليالي. وانا بطلبكم طلب وبنصحكم نصيحة: لا تفوت عليك من الليلة ولا يوم تترك فيه صلاة القيام ابدا، يمكن الليلة التي تصليها وانت صادق ايمانا واحتسابا توافق ليلة القدر باختصار.
تبغون نعيش ليلة القدر؟ انا بعيشكم اجواء ليلة القدر ثم اختم كلمتي. الله يقول انا انزلناه ايش في ليلة القدر. وش اللي نزل في ليلة القدر؟ وش هو؟ جاوبوا. القرآن. طيب وش افضل؟ هل القرآن هو الذي فضل رمضان ولا رمضان فضل القرآن؟ يعني رمضان اعطى القرآن قيمة ولا القرآن اعطى رمضان قيمة؟ القرآن هو الذي اعطى رمضان قيمة لانه نزل القرآن فيه. طيب كيف يقول الله انا انزلناه في ليلة القدر؟ هل القرآن نزل على النبي في ليلة واحدة ولا نزل طوال دعوته صلى الله عليه وسلم 23 سنة؟ نزل على النبي في 23 سنة. طيب كيف نزل القرآن في ليلة القدر؟ نزل من السماء السابعة الى السماء الدنيا في بيت اسمه بيت العزة في الجنة. نزل القرآن من السماء السابعة للسماء الاولى نزل كامل، وبدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم متواترا منجما طيلة دعوته عليه الصلاة والسلام. طيب والصفات هذه الليلة؟ قال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وش معنى القدر؟ وش معنى القدر؟ تحمل معنيين. المعنى الأول ذكرت المكانة، سمو قدرها لمكانتها، وتحمل معنى ثاني أن الله يقدر فيها مقادير العباد في هذه السنة القادمة. واجتمع المعنيين في سورة الدخان. إنا أنزلناه إيش؟ في ليلة مباركة فيها بركة. إنا كنا منزلين، قال الله فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة. وبعض الناس يحرم نفسه، قال الله في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ كم من الأشياء تقول ليلة القدر كبيرة وعظيمة، لكن الله يعظمها في أمر أنت ما تعرف قدر الأجر فيها. يا جماعة، النبي لما قال وإن لله كل ليلة عتقاء من النار، كل ليلة، الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. ثم قال النبي وإذا جاء آخر ليلة، آخر ليلة من رمضان اعتق الله فيها ما لم يعتق في غيرها. قال واحد من الصحابة أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال لا، ليلة القدر لا، ليست هي. قال إذا ما هي؟ قال إنما يوفى العاملون أجرهم في آخر عملهم. هذه الليلة الله من قدرها العظيم، أتحداك تقدر ما فيها من الفضائل والبركة. ولذلك قال وما أدراك ما ليلة القدر، ما تدري أنت، ما تعرف قدرها. ثم قال ليلة القدر إيش؟ قال خير ولا مثل؟ خير، يعني أفضل من كم شهر؟ ألف. ألف شهر كم سنة تطلع؟ 84 سنة. يعني السجدة والركعة فيها كأنك سجدت وركعت لله 84 عام. الدمعة في ليلة القدر كأنك بكيت 84 سنة من خشية الله. الصدقة في ليلة القدر كأنك تصدقت 84 سنة. يا جماعة، فضل، من يضيع الفضل؟ لو قال لك مديرك الآن، أعلن الآن الديوان الملكي أن كل موظف يداوم بكرة من الصباح إلى الفجر بنعطيه راتب 84 سنة، هات تروحون ولا لا؟ حتى المتقاعدين يروحون، لأنه يريد الدنيا. يا جماعة، الله ماذا يقول؟ يقول ليلة تصليها إيمانا واحتسابا أعطيك قدر 84 عام، كأنك صليتها وصمتها وقمتها وفعلت كل البر والطاعات فيها، خير من 1000 شهر. طيب وش وصفها؟ تنزل الملائكة. الملائكة مو بواحد، عدد. وقيل، شوفوا هذا الكلام ترى مهم، يقول العلماء ان الله يصطفي من السماء خلق ومن الارض خلق. يصطفي من السماء ملائكة ما يعرفون مين، يعني زي المنتدبين
الملك فلان الملك فلان الملك فلان الملك فلان، انتم تنزلون ليلة القدر 1436 في الارض، هذا الصفة. طيب من ينالها من اهل الارض؟ فلان وفلان وفلانة وفلان في ابقاع الارض من المسلمين ينالون قدرها وبركتها، اللهم اجعلنا منهم. تنزل الملائكة ومن معهم؟ والروح جبريل. ترى جبريل منذ ان مات النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما نزل يوم وفاة الرسول، ثم جلس ينزل كل سنة مرة. جبريل ما ينزل على الارض بعد وفاة الرسول الا كل سنة مرة، اللي هي ليلة القدر. يا جماعة عيب، والله عيب يجي جبريل من السماء يتفقدنا ولا يجدنا. وتدرون ليش ينزل جبريل؟ ينزل يتفقد القرآن. يقول جابر سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل جبريل؟ قال يتفقد القرآن، يشوف اهل القرآن. وينكم يا اهل القرآن؟ وين اهل امة محمد بن عبد الله؟ يشوف الصفوف. وللأسف حنا نبدأ اول رمضان نصلي للجدار وتنقص الصفوف لين يجي اواخر الليالي ولا يبقى الا صف، وفي بعض المساجد ما يبقى الا احيانا الشيبان الكبار في اول الصفوف الا ما رحم الله، مع العلم انها المفروض اكثر. الخيل اذا كانت تريد السباق تجدها تركض وتجمح، واذا اقتربت من خط النهاية توقف ولا تركض اكثر، تزيد في السرعة حتى تصل الى نقطة الفوز. وحنا ليش نكون العكس؟ حنا مثل الخيل التي تسابق في هذا الشهر، اذا قربنا من النهاية ما نفتر بل نسرع ونسابق ونسارع ونتقدم. عسى الله ان ينال. يا جماعة اللي يضمن منكم انه سيعيش الى رمضان الجاي يطلع من المسجد، انا جاهز. اللي يقول انا اضمن يا شيخ اني ساعيش الى 1437 يقوم يطلع، مع السلامة. من يضمن عمره؟ من يضمن انه يصوم مثل هذا الشهر؟ من؟ والله العظيم صلينا وعزينا اناس على اناس، في اناس ماتوا ليلة رمضان. انا عزيت قبل رمضان 3 بيوت، بعضهم يكانوا يظنون انهم سيعيشون فترة من الزمن، لكن الموت ما يجامل في لحظة. الامير عبد الله بن مساعد امير الحدود الشمالي رحمه الله مات سكتة قلبية، هذا مثل لانه مشاع فقط، والا روحوا جامع الراجحي كل يوم تصلي العصر والظهر على عشرات الجنائز. بعضهم شباب طلع من بيته على انه بيرجع يتسحر مع اهله، لكن ملك الموت كان بالمرصاد. اللي يضمن انه سيعيش، يا جماعة لو قيل لاحدنا هذا رمضان 1436 اخر رمضان ستعيشه وتصومه، كيف سيكون صيامك وقيامك؟ اعبد الله كأنه ما فيه عندك، خلاص حطوها قاعدة من الليلة. قل يا رب عجلت اليك ربي لترضى، يا رب ساعبدك في العشر الليالي من الليلة ما لم اعبدك في غيرها، يا رب اللهم اني ساسابق اليك وساركض الى جنانك، اللهم لا تخرج رمضان الا وقد اعتقت رقبتي من النار وتقبلت مني. ترى مو كل من امتنع عن الطعام والشراب صايم. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اللي تاركن الطعام والشراب والشهوة بس عادة، لكن العين تزني وزناها النظر الحرام، والاذن تزني وربما الفرج يزني، والانسان ما توقف عن فعل الحرام وينام عن الصلوات ولا يصلي مع المسلمين، وين الصيام؟ تلعب على مين انت؟ اللي يبغى الجنة يعمل لها، يعمل للجنة قبل فوات الاوان. فنحن في افضل ليالي السنة كلها، والله الذي لا اله غيره، ان قدر هذه الليالي من اعظم القدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف،
وش معنى رغم انف؟ يعني وضع اكرمكم الله خشمه في التراب. قيل من يا رسول الله؟ يقول الراوي في هذا الحديث: رأيت النبي يصعد على المنبر يتكئ تعبان. من ماذا؟ شايل هم الكلام اللي سيقوله للأمة. وقال ثلاثة أشياء. قال: رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي علي، ورغم أنف من أدرك أبويه ولم يدخل الجنة، ورغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. مسكين اللي يدرك شهر الصيام ولا يغفر لك. صيام وقيام وقراءة قرآن وأبواب جنان مفتحة وأبواب نار مغلقة، نيران مغلقة، وفرص عظيمة تقبل على الله، ويطلع رمضان ولا يغفر لك. إذن متى يغفر لنا إن لم يغفر لنا في شهر الرحمات؟ فاجتهدوا أيها المسلمون، احتسبوا. خلاص وقع عقد مع الله من الليلة أني سأبذل وقتي وأجلس أغلب وقتي في المسجد. انقطع يا أخي. لماذا سن الاعتكاف في هذه الليالي؟ الاعتكاف لزوم المسجد لأجل عبادة مخصوصة في وقت مخصوص. التزم المسجد، أغلب وقتك خله في المسجد، اقرأ قرآن واذكر الله وسبح وادعو واستغفر وصلي مع الناس الفرائض وأديها وأدي ال وصلوا كذلك الرواتب والسنن وادعوا الله وأبشروا بالخير. اللي يقبل على كريم يفلس؟ لا والله، الذي يقبل على الكريم يبشر بالخيرات والعطايا والإكرام، فإنه الكريم جل في علاه. اللهم أكرمنا بالعتق من النيران. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام،